بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير واهلا بكم في حلقه جديده من الماتش. اليوم الاربعاء اخر ايام الاسبوع الرياضي كالعاده باذن الله، لمده ساعتين هنتابع كل ما حدث ويحدث وسيحدث رياضيا سواء جوه مصر او بره مصر. وبره مصر الانظار كلها متجهه تحديدا الى ابو ظبي الاماراتيه. الهلال التقى اليوم مع تشيلسي، الازرقان التقيا سويا، الازرق السعودي التقى النهارده الاصفر الانجليزي، وفاز تشيلسي على الهلال بهدف دون مقابل بعد مباراة رائعة على كل المستويات لفريق الهلال ممثل قارة آسيا في هذه البطولة. تشيلسي أحرج بشدة لكنه في النهاية تأهل إلى النهائي لمواجهة بالميراس البرازيلي في النهائي الأسبوع المقبل. في الوقت اللي أهمية المباراة بالنسبة لنا غير متابعة الهلال وتشيلسي وغير متابعة الهلال كعربي كانت لمعرفة من سيلتقي الفريق المصري الأهلي يوم السبت في مباراة تحديد المركز الثالث، والآن أصبحنا على بعد أيام قليلة جدا من مواجهة عربية قوية قوية، الأهلي المصري والهلال السعودي لتحديد من يحصد الميدالية البرونزية. هل برونزية ثالثة في تاريخ الأهلي أم ينجح الهلال السعودي في التتويج بها؟ بالتوفيق إن شاء الله للأهلي لحصد لقب أو ميدالية جديدة في مشواره عبر مشاركته في مونديال. ده في الوقت اللي هنتكلم فيه عن أمور أخرى. ما زالت ردود الفعل مستمرة بعد بطولة أمم إفريقيا وخسارة اللقب أمام السنغال. محمد صلاح ما زال يتعافى وباقي اللاعبين انضموا بالفعل إلى فرقهم بعد بداية الدوري المصري الممتاز من جديد. انتصار النهاردة حققه الجونة على طلائع الجيش في الوقت اللي تعادل فيه إمبي سلبيا مع مصر للمقصة. بعد ثوان قليلة يبدأ الماتش، يلا بينا. حضراتكم مرة تانية في الماتش. النهاردة الساعة 6:30 التقى الهلال ممثل قارة آسيا والمملكة العربية السعودية مع تشيلسي بطل أوروبا. والمواجهة الحقيقة كانت منتظرة بسبب قوة القائمتين، بسبب أنه بطل أوروبا دايما بيكون مرشح لحصد اللقب، رغم أن تشيلسي نفسه سنة 2012 كان لعب كبطل أوروبا وودع أو خسر البطولة أمام كورينثيانس البرازيلي. ولكن كمان كانت منتظره بالنسبه للهلال باعتباره فريق عربي، لكن كمان باعتباره فريق من الفرق اللي قائمتها قويه. والحقيقه انه كانت اجواء جماهيريه رائعه، جمهور الهلال او الجمهور السعودي ملأ جنبات الاستاد وشاهدوا بقوه وضوح المستوى الرائع لفريقهم الهلال، لكن في النهايه كانت الخساره من نصيب الهلال والانتصار من جانب فريق تشيلسي اللي تأهل بناء على كده الى المباراه النهائيه. الهلال الشوط الاول كان فيه شويه يعني فرديه، اللعيبه ما كانتش تظهر لبعض كتير وقت الانتقال للنص الامامي، وكان اللي هو كان ربما جاي من فكره القلق شويه. انا بلعب مع تشيلسي بطل اوروبا، مباراه مرشح فيها ان تشيلسي هو الطرف المنتصر قبلها. لكن الشوط الثاني حدث ولا حرج، الهلال كان الافضل خلال ال 45 دقيقه الثانيه على المستوى الدفاعي. لم ينجح تشيلسي في التهديد إلا مرة واحدة بس من خلال كاي هافرتز، وفي الشوط الثاني برضو على الجانب الهجومي كان التفوق الهلالي في المقدمة. الفريق كان بيحاول أنه هو يسجل، الحقيقة كان في انفراد لماريجا وكان في تصويبة صاروخية لمحمد كينو، نجح كيبا حارس مرمى تشيلسي في انه يردها الى ضربه ركنيه كانت من الكور اللي هي تحب تشوفها تحديدا لو كانت دخلت الشباك. الهلال عمل مباراه كبيره جدا، الخطا الوحيد اللي ارتكبه ربما دفاعيا تسبب في الهدف وهو خطا غير مقصود، كره عرضيه من هافرتز عدت الكل سواء لوكاكو كمهاجم او البليهي العصبي قوي كمدافع، فخبطت في الظهير الايسر وهي بتتنقل من اليمين للشمال اللي هو ياسر الشهراني، فسقطت امام لوكاكو اللي سجل ولم يحتفل بقوه ربما لسببين، اما ان الهدف مش حلو قوي ما
ما بذلش فيه مجهود كبير، الكرة وقعت قدامه فشطها في شباك المعيوف، أو بسبب مشاكله يعني، أو زعله، أو إن هو مش مبسوط قوي مع تشيلسي ربما. لكن ياسر الشهراني رغم الخطأ غير المقصود ده عمل مباراة ممتازة دفاعيا وهجوميا، صعبها قوي على حكيم زياش، صعبها كمان على أطراف اللعب على أسبريكويتا لما كان بيزيد، فعمل مباراة حلوة قوي، كان أكثر اللاعبين ثقة في نفسه، سواء هو أو بتكلم هنا كمان على كويار لاعب خط الوسط، إيجالو ربما لم يقدم الأداء الهجومي المنتظر منه برفقة ماريجا، لكن كمان بيريرا كان عامل مباراة جيدة جدا، والحقيقة إنه التغييرات كمان كانت من أجل الزيادة الهجومية ما أفادتش قوي، عشان كده ربما ده يفسر التغييرات المتأخرة، لأنه كل لعيبة الهلال كانوا مقدمين مباراة جيدة جدا. تشيلسي رغم إن أداؤه كان مقلقا شوية بالنسبة لجمهوره، لكنه في النهاية يبدو إنه تعامل مع المباراة إن هي مش مقلقة، فده اللي قلقه، ده اللي سبب له القلق بقى خلال المباراة، وادى الثقة لعيبة الهلال، وكانوا قريبين جدا من إدراك التعادل. فتشيلسي على أي حال وصل للنهائي، وأكيد هيخاف جدا إن برازيلي آخر يخليه يفقد اللقب الوحيد اللي هو لم يتوج بيه، واخد كل البطولات اللي شارك بيها عبر السنوات، واخد دوري، واخد دوري أبطال أوروبا، واخد يوروبا ليج، واخد كاس وكاس، واخد كل حاجة باستثناء كأس العالم للأندية اللي عايز يحطها في ما يسمى بدولاب بطولاته. هيلتقي مع بالميراس، ربما بالمستوى ده ما تكونش مباراة سهلة على تشيلسي، خصوصا إن بالميراس فريق ذكي في التعامل، وده اللي أظهره في مواجهة الأهلي الماضية. الهلال الآن بعد الخسارة في نصف النهائي يلتقي مع الأهلي اللي خسر هو الآخر نصف النهائي من بالميراس، مواجهة منتظرة بكل المقاييس، منتظرة عشان عربي ضد عربي، عشان أقوى فريق في آسيا ضد أقوى فريق في إفريقيا. الظروف ربما على مستوى الوضع الحالي تصب في مصلحة الهلال، لكنه يبقى في النهاية الأهلي اللي فاز على مونتيري مع نقص في القائمة، وفي نفس الوقت قدم مباراة ربما متوسطة أمام بالميراس، لكنه في النهاية بيلعب على ميدالية. الأهلي بقائمة فيها نجوم، حتى مع نقص بعض النجوم بيلتقي مع قائمة مدججة بالنجوم، قمة من القمم العربية المنتظرة، وده أول لقاء بيجمع ما بين الفريقين على المستوى الرسمي الأهلي والهلال. إن شاء الله الأهلي بمعنويات إن أنت ما ينفعش تخسر ماتشين ورا بعض، بمعنويات إنك لازم تكسب البرونزية للمرة الثالثة في تاريخك والتانية على التوالي، بمعنويات جلسة النهاردة من الكابتن محمود الخطيب مع اللاعبين، وجلسة القائد الغائب محمد الشناوي بسبب استبعاده من القائمة بسبب الإصابة مع اللاعبين، كلها من أجل التحفيز. أعتقد إنه مع الغيابات دي الأهلي قادر جدا، لأن هي دي الروح بقى، دي روح إن أنا ما ينفعش أخسر، روح إن أنا بلعب على ميدالية، لازم يتعامل موسيماني فيها بذكاء شديد. والحقيقة إنه تاريخ موسيماني مع الماتشات اللي الأهلي ما بيكونش فيها الطرف قبل المباراة الأقوى أو الأكثر حظوظا ممكن يبعث على التفاؤل إن الأهلي يتعامل معها، وموسيماني يركز مع تفاصيلها، يعرف يقفل على منطقة الهجوم اللي هي في العمق، يعرف يقفل على الدوسري. النهاردة الدوسري عمل مجهود كبير قوي لكن لم يكن في أفضل الحالات، بيريرا لعيب خطير، والهلال متوقع أن يكون هجومه يعني أكثر تقدما من اللي قدمه النهاردة في مباراة تشيلسي، لكن الأهلي محتاج أنه يكون هو كمان فاتح وبيهاجم. فأنا أتوقع يعني في المباراة دي أن هي تكون مفتوحة جدا، والطرفين هيمتعونا قوي بالمباراة، وإن شاء الله الفوز للأحمر المصري في لقاء السبت المقبل. لكن لو تعودت على ماتشات 6:30 فلأ، المباراة دي هتبقى بدري شوية، الساعة 3 بإذن الله بتوقيت القاهرة. الساعة 3 النهاردة كان في مباراة جمعت ما بين الجزيرة الإماراتي مع مونتيري المكسيكي، ونجح مونتيري في الفوز بثلاث أهداف مقابل هدف واحد، وتوج بالميدالية، مش ميدالية يعني، بالمركز الخامس في هذه البطولة بعد ما كان الأهلي أقصاه في أولى مواجهاته في هذه البطولة. الجزيرة سجل في مرمى، ثم مونتيري سجل هدفين آخرين في ظرف 25 دقيقة، وفي نهاية المباراة الجزيرة سجل هدفا لكنه خسر كصاحب الأرض في المواجهتين، الأولى كانت 6-1 من الهلال، والنهاردة من مونتيري 3-1. طيب بكرة عندنا المباريات، تعالوا مش بكرة يعني مواعيد الماتشات، بكرة زي ما قلنا يوم السبت الأهلي مع الهلال في استاد آل نهيان لتحديد من صاحب المركز الثالث، وهي ميدالية هتكون مهمة جدا لإصلاح الخسارة الماضية اللي كان الأهلي فيها بيمنن نفس لفوز يؤهله لأول مرة في تاريخه إلى
المباراه النهائيه لقنص ميداليا هتكون كانت جديده في مشواره. بالميراس مع تشيلسي في النهائي في نفس اليوم في السادسه والنصف في استاد محمد بن زايد. طيب خليني اقول لكم انه قعده الكابتن محمود الخطيب النهارده مع اللعيبه كانت تحفيز، انه الروح وانه الروح الانتصاريه لازم تكون موجوده، وانه عادي قفلنا صفحه خساره نركز في اللي جاي وناخد ميداليه دي اللي ممكن تسعد الجمهور وترضيهم بعد الخساره قدام بالميراس. محمد الشناوي هو كمان اجتمع مع اللعيبه وكلامه معاهم كان انه نقفل الصفحه وان الماتش اللي جاي مهم جدا نركز في كل تفاصيله. ما كانش لسه الهلال اتحدد كمنافس للأهلي، خسر الهلال فبقى هو منافس الأهلي. وفي هذا الإطار الأهلي اتكلم النهاردة على التذاكر. كان في مشكلة أن جمهور الأهلي كان أقل كثيرا من جمهور بالميراس في المواجهة الماضية، وكان السبب في ده أنه بحسب هناك الوصف ساعتها أنه جمهور بالميراس عارف أنه جاي على السيمي فاينل فحاجز تذاكر السيمي فاينل من وقت ما اتفتحت التذاكر، بعكس الأهلي اللي كان جمهوره مش عارف هل الاهلي هيكسب من مونتيري يروح يلعب سيمي فاينل ولا هيخسر من مونتيري فيلعب ماتش الخامس والسادس. فحتى كان في عدد من جمهور الاهلي حاجز قبل انطلاق البطوله تذاكر من مباريات او مباراه المركز الخامس والسادس. الوضع دلوقتي اختلف لانه كان تذاكر اللي اتباعت بس لمباراه المركز الثالث 6000 تذكره واتقفل، وبعد تحديد الهلال كمنافس للأهلي على الميدالية البرونزية اتفتحت تاني. فدلوقتي تقدر تحجز تذاكرك، فمتوقع المباراة اللي بتتلعب في الإمارات إن استاد المباراة دي هيشهد تواجدا عظيما لجمهور الأهلي المصري وجمهور الهلال السعودي، زي ما شفنا الأهلي قدام مونتيري وزي ما شفنا الهلال النهاردة قدام تشيلسي. قمة الحقيقة أعتقدها ممتعة في كل المقاييس، جماهيريا وحتى على مستوى القائمتين وحتى على مستوى الأهداف اللي أتوقعها غزيرة في النهاية. بذكر قصة الجماهير دي، كانت انتشرت أقاويل الفترة اللي فاتت غير موثقة من بعض الصفحات على أنه سوق سودا وأن التذاكر فجأة ظهرت، وأنه سألنا مصدر داخل الأهلي على هذه الأمور فقال لنا أنه لأنه كانت ذكر فيها الاسم الأستاذ طارق قنديل وأنا أعرفه جيدا بالمناسبة، انسوا اللي انا هقوله في الخبر لكن ده رايي فيه لازم اقوله، عضو مجلس اداره، انه اتقال ان هو من تسبب في ان التذاكر تبقى غاليه ولا ان التذاكر ما تبقاش موجوده ولا. سالنا مصدر في الاهلي فكانت اجابته انه وصف هذا الامر بانه شائعات مغرضه الغرض منها الضرب في مجلس اداره النادي الاهلي، وانه اساسا الاستاذ طارق قنديل سبب تواجده في الامارات، هو بالمناسبه بيروح كل بطولات الاهلي الخارجيه، كل ماتشات الاهلي الخارجيه بيكون متواجد فيها حتى مش كعضو مجلس اداره بل كمرافق للبعثه. هو سبب وجوده هو انه رايح يعمل دعايه لجذب العضويات لفرعي الاهلي سواء في الشيخ زايد او التجمع، وده السبب الرئيسي وراء وجوده انه اساسا لا علاقه له بتذاكر النادي الاهلي. فكانت دي اجابه احد المسؤولين في القلعة الحمراء النهاردة على هذه التقارير لما سألناه إذا أراد ردا عليها. في نفس الإطار عشان نسيب القصة ديت وهنتكلم في تفاصيلها، لأن النهاردة معنا الكابتن أحمد أيوب المدرب العام السابق للنادي الأهلي والسابق لمنتخبنا الوطني، هنتكلم معاه في حاجات كتير قوي منها الأهلي إزاي يستعد لمواجهة الهلال. ففي نفس إطار كأس العالم للأندية دي بالمناسبة صورة الكابتن الخطيب مع لعيبة الأهلي النهاردة في محاضرة كانت تحفيزية وكانت للتأكيد على أن الخسارة في نصف النهائي لا تقلل من عزيمتهم لقنص الميدالية البرونزية يوم السبت المقبل. ده كان قبل ما الهلال يتحدد كمان. أيمن أشرف لاعب القلعة الحمراء النادي الأهلي عاد من إفريقيا من الكاميرون مباشرة إلى الإمارات، أو من الإمارات إلى من الكاميرون إلى القاهرة إلى الإمارات، وخاض مباراة الأمس أساسيا أمام بالميراس اللي خسرها الأهلي بهدفين دون مقابل. فأيمن أشرف بعد المباراة اللي اتطرد فيها في آخر 10 دقائق منها ببطاقة حمراء مباشرة، كان الأول إنذار والبار رجع الحكم فالحكم حسبها طرد وهو يبدو طردا مستحقا الحقيقة يعني. موسيماني اتكلم على إنه أيمن أشرف لاعب من اللاعبين الكبار افتقد الانضباط في التصرف ده لانه في الاخر افقد الفريق لاعبا فالفريق ما عرفش يعوض، لانه صعب جدا تعوض وانت متاخر بهدفين ومطرود كمان منك لاعب. فانتقد
أيمن أشرف على العلن يعني في تصريحاته الإعلامية. أيمن أشرف اتكلم مع اللعيبة في الأهلي النهارده إنه متضايق جدا من إن موسيماني بيتكلم بالشكل ده عليه إعلاميا، وإنه كمان في الوقت اللي أنا جاي من الكاميرون وما ريحتش نص يوم ولعبت أساسيا، فكان الأولى توجيه الشكر ليا أو تقديري على المجهود اللي عملته، أو على الأقل عدم التصريح ضدي عبر وسائل الإعلام. ده كانت رسالة أيمن أشرف النهارده بعد تصريحات بيتسو موسيماني. في النهاية أيمن أشرف لعيب كبير مخلص مجتهد جدا، ربما بينتقد في فكرة الاندفاع اللي ممكن يكون متهور شوية على مستوى الإصابات أو على مستوى البطاقات أو على مستوى الفاولات، لكنه في النهاية لاعب، ده لا يقلل أبدا من أهميته في أي فريق بيلعب فيه، اللي هو بتكلم على الأهلي وعلى منتخبنا الوطني في النهاية. محمد عبد المنعم بمناسبة الكلام عن كأس العالم للأندية مرشح جدا للظهور في لقاء الأهلي مع الهلال في المباراة المقبلة وآخر مباريات الأهلي في هذه البطولة لهذه النسخة. محمد عبد المنعم وجوده مهم جدا، كان صعب جدا مشاركته في اللقاء الماضي بسبب الحالة البدنية الصعبة اللي كان فيها عائدا من الكاميرون، ومتوقع أن يكون ضمن ثلاثي دفاع الأهلي في لقاء الهلال. وأعتقد أن وجوده مهم جدا بسبب الثقة اللي حصل عليها وبسبب مستواه الفني بالنظر لقوة المنافس اللي هيلعب ضده الأهلي وهو الهلال السعودي، لكن إن شاء الله أدها هو وباقي الرجال لتحقيق ميدالية تسعد الجمهور المصري وتحديدا جمهور النادي الأهلي إن شاء الله. النهاردة الدوري المصري الممتاز عاد من جديد، يا ألف حمد لله على السلامة يا دوري، كنت وحشنا، كنا متاخدين منك شوية بسبب بطولة أفريقيا فأنت كنت مش موجود، أديك رجعت وعاد اليوم بمباراتين. بدأت المباريات في الجولة الثامنة بتعادل سلبي ما بين إنبي ومصر للمقصة ليحصد كل فريق نقطة، وطلائع الجيش واجه الجونة، تفوق الجونة أداء ونتيجة وسجل هدفا عن طريق إسلام عبد النعيم. عايزين بقى نرجع لغزارة الإجوال، وشفنا جوال كتير قوي في كاس الرابطة وأداء هجومي من كل الفرق، فعايزين نرجع للدوري بنفس الانطباعات دي بنفس المحاولات دي، مش لازم بقى كل فريق يبقى مكتفي بتعادلات عشان مش عايزين ملل يعني في المباريات، لكن على اي حال دي كانت النتيجتين النهارده. هدف الجونه سجله اسلام عبد النعيم، الكره كانت عرضيه حلوه قوي من الشبراوي بعد ما عرف ياخدها من حسن مجدي قبل ما تطلع اوت، عملها عرضيه، اخطا محمد بسام في الخروج اليها لكن وصلت لاسلام عبد النعيم اللي سجلها وصوب واتنقذت، تم انقاذها من على الخط لكن الفار قال ان الكره عدت من الخط فاحتسب هدفا بفوز كمان للجونه بثلاث نقاط مهمه جدا. اما المباراه الاخرى سجل امبي هدفا والغي بسبب الفار، هحكي لكم عنه بكره ان شاء الله. عندنا هي دي مؤجلات ولا دي الجوله الثامنه عشان متلخبط؟ البنك الاهلي يعني مش مؤجلات صح؟ دي الجوله الثامنه، البنك الاهلي مع سموحه مش مؤجلات، الاسماعيلي مع فيوتشر في لقاءين يقامان غدا بإذن الله الساعة 5:30 في بيترو سبورت، وفي الإسماعيلية الساعة 8، والإسماعيلي ينشد فوزه الأول في الدوري هذا الموسم. طيب إمبي سجل جول حلو، محمد شريف حتحوت عرضية حلوة قوي من مروان داوود العائد لتوه بدون أي مشاركة مع المنتخب الوطني في الكاميرون، شكشك فوتها له كده بعد ما بصها له، فوتها له يعني اتلعبت مروان لشكشك ففوتها له، فراح مروان عمل عرضيه بالمقاس لحتحوت من اقصر اللاعبين في الملعب فسجل راسيه في شباك طلائع في شباك المقصه. ده كان في الدقيقه الاخيره من المباراه. الفار قال ارجع، فقعدنا نشوف القصه فيها ايه، طلع تسلل، والحقيقه انه قرار اراه صائبا جدا. ليه؟ لانه شكشك اللي مروان بصها له شكشك ما لمسهاش، وهو بيباصي شكشك راح واقف قدام الباك الشمال بتاع المقصه، ما عملوش حاجه، مجرد حط ايديه كده وراح معدي، فكده يعتبر شارك في الكوره لانه منع او اخر الظهير الايمن بتاع المقصه من انه على الاقل يجاري مروان داوود في سرعته فربما يعمل له البلوك، فالبلوك بتاع شكشك المتسلل هو اللي لغى الهدف واراه قرارا صائبا، رغم ان احنا قعدنا شويه عشان نشوف هي فاول ولا اوفسايد لحد ما فهمنا اللقطه كامله باشاره حكم المباراه. طيب الحمد لله على السلامة للدوري، الدنيا هتسخن تاني أكيد الأيام اللي جاية وهنشوف مين هيعمل إيه. حاليا الصدارة للأهلي ويمتلك رغم التساوي مع الزمالك، ويمتلك الأهلي كمان مباراة أقل المفروض يلعبها.
نسيب بقى الكرة المحلية والإفريقية ونروح لأوروبا. الدوري الإنجليزي مستمر، مانشستر سيتي بيلعب، امبارح يونايتد اتعادل، ربما تشيلسي موجود في الإمارات عشان يرجع يكمل، كوتينيو بيواصل التسجيل مع أستون فيلا، بيسجل وبيصنع للمباراة التانية على التوالي، نفسه بتيجي على الدوري الإنجليزي أكيد كوتينيو. لكن في إنجلترا في قصة مختلفة تماما، مش كروية لكنها تخص لاعب كرة في إنجلترا. هنا بنتكلم على كورت زوما، لاعب ويست هام يونايتد الإنجليزي. أول امبارح يوم الاثنين تحديدا، كورت زوما نزل فيديو وهو بيتصرف تصرف خاطئ جدا مع القطة بتاعته، القطة اللي هي القطة الكات، كان وهو في المطبخ بتاع بيته بيشوطها، الأول حدفها على الأرض بعد كده شاطها كأنها كورة، في تصرف يعني إنسانيا خاطئ جدا، غير إنساني التصرف ده. والتصرف ده اتنشر بسرعة جدا لأنه ليه بتعمل كده، وهو اعتذر بعدها مباشرة. ولكن الأمر لا يتوقف عند كده، لما تيجي عند حق من حقوق حيوان في منظمات كتيرة جدا بترفض ده، والحقيقة من غير منظمات يعني أو حقوقيين هي القصة أساسا مخجلة، التصرف كان مخجلا. اعتذر والمؤسسات المسؤولة عن الحيوانات كمان خدت القطة منه علشان تقول ان هي في امان وتم التعامل معها بشكل جيد وهي in safe hands، في ايدي امنه دلوقتي وبتلقى الرعايه الكامله. جه ديفيد مويس المدير الفني لويست هام يونايتد، راح ملعبه تاني يوم امبارح وهما بيكسبوا، فالناس اتضايقت قوي ان كده ويست هام مش مراعي الفداحه بتاعت التصرف بتاع لاعبه ده، بيلعبه اساسي. هما ساعتها قال لهم احنا هنحقق واعملوا اللي انتوا عايزينه، وويست هام قالوا احنا متوافقين مع اي قرارات ومع اي تحقيقات، وكورت زوما كمان نفس القصه، لكن مويس عايزه فنيا فهيلعب، فلعب، فالناس اتضايقت اكتر. ففي مطالبات بقى بانه لا القصه تبقى اكبر، في حتى بيانات طلعت شركه راعيه للاعب فسخت التعاقد معاها، احدى او اتنين من رعاه نادي ويست هام يونايتد اعلنوا ايقاف التعاقد بشكل مؤقت لحين اجراء التحقيقات ولحد ما يشوف ويست هام هيعمل ايه. الموضوع شويه بقى فيه مش هقول مبالغات، لكن بقى فيه شويه تصعيد بانه المطالبه بسجن اللاعب والمطالبه بفسخ التعاقد من جانب ويست هام يونايتد للاعب كورت زوما اللي هو لاعب تشيلسي السابق ولاعب منتخب فرنسا ايضا اللي لعب مع المنتخب الفرنسي. هو تصرف كان سيئا من زوما ومش مراعي للانسانيه، ربما في لحظات طيش عملوا كده، لكن في النهاية في جوانب أخرى للمسؤولين عن حقوق الحيوانات هي اللي أدت إلى هذا الخلل. وحيانه ده بيؤكد على ضرورة أن الواحد يخلي باله مش بس على مستوى ينشر إيه، لكن على مستوى يتصرف إزاي كمان، حتى لو مش فيديو هيبقى منشور منتشر، يعني حتى لو فيديو ما انتشرش هو في الآخر تصرف يعني في من العشوائية وغير الأدمية ما يجعله بيقع في مسؤولية كبيرة كورت زوما. طيب، كأس العالم للأندية تنطلق يوم الجمعة، بتكلم هنا على السلة مش على كرة القدم اللي بتتلعب. الزمالك ضمن أربعة فرق وهو مستضيف البطولة بيلتقي مع بورجوس في الدور نصف النهائي، بتكلم هنا على نصف النهائي اللي الناحية التانية فيها يكون فلامينجو مع فريق ماجيك الأمريكي. الزمالك المستضيف لنسخة مهمة جدا بيسعى لتتويج بيها، والاتحاد المصري لكرة السلة هو المنظم لهذه البطولة، كل مجهود قايم الحقيقة على استضافة هذه البطولة وعلى تنظيمها بأفضل شكل ممكن في صالة الدكتور حسن مصطفى هنا في السادس من أكتوبر. تعالوا نعرف آخر الاستعدادات ليها ماشي إزاي، لأن احنا النهاردة يومنا الأخير قبل انطلاق البطولة الجمعة، فنعرف كيف تدور الاستعدادات مع الكابتن محمد عبد المطلب مدير هذه البطولة ونائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة. كابتن عبد المطلب أهلا بيك، وحشنا ومنور الدنيا. أهلا بيك يا حبيبي وربنا يخليك، متشكر جدا كابتن. كابتن طلبة، الاستعدادات قوية وواضحة وتبدو مرهقة كمان، طمنا على آخر الاستعدادات. هي مرهقة قوي الحقيقة. خدت بالي جدا، ربنا يعينكم. والله بص، الأول البطولة يعني امبارح احنا كنا في لقاء مع معالي الوزير دكتور اشرف صبحي،
بيتابع اخر تطورات الاستعداد والتنظيم والتجهيز لاستضافه البطوله. يعني زي ما حضراتكم عارفين وانت قلت قبل كده، البطوله دي اول مره بطل افريقيا يشارك، واول مره بطل افريقيا ده يكون من مصر اللي هو نادي الزمالك، اول مره بطل مصري من افريقيا بيشارك في كاس العالم للانديه، وبالطبع اول مره تقام في افريقيا، واول مره اربع انديه من اربع قارات مختلفه تشارك فيها. بطل افريقيا نادي الزمالك المصري، بطل امريكا الجنوبيه فلامينجو البرازيلي، بطل امريكا الشماليه ليكلان ماجيك بطل الجي ليج، وبرجس الاسباني بطل اوروبا. يعني نفتقد بس بطل اسيا، بطوله اسيا لم تلعب اخر او اخر عامين بسبب جائحه كورونا، والتفكير ان البطوله هيخش فيها بطل اسيا ان شاء الله السنه الجايه، وبعد كده بنتكلم على ست فرق كمان، يمكن استراليا، او يعني البطوله بتكبر. تمام، مفهوم. يوم الاحد رئيس الاتحاد الدولي وصل النهارده، يوم الاحد كمان كاس العالم هيكون موجود، ناس كتيره جايه تحضر البطوله من الاتحاد الدولي او من باسكت بول افريكا ليج اللي هي اللجنه المسؤوله عن تنظيم بطوله انديه افريقيا تحت رعايه الام بي اي بالاشتراك مع الاتحاد الدولي فيبا. ايوه، في حاجات كتيره، وفي تنافس ظريف جدا ما بين فيبا وما بين باسكت بول افريكا ليج البال، ان كل تنظيم طب احنا هنعمل كده، طب احنا هنحط حته زياده. الاتحاد الدولي عاده ما عندنا في كره السله بيبقى له طلبات مختلفه، الناس هتتفرج وهتشوف منظر الصاله بطريقه مختلفه جدا، التصوير هيبقى مختلف. الحمد لله نجحنا في الحصول على موافقه وزاره الداخليه بتواجد 50% من سعر الصاله، بنتكلم حوالي 2500 2600 غير الضيوف، فان شاء الله نعمل حاجه تشرف مصر وتشرف افريقيا. اول خطوه في مشوار ان الانديه المصريه تشارك في بطولات عالميه، اتمنى انها تطلع بحاجه مشرفه لصالح نادي الزمالك، لصالح كره السله المصريه باذن الله. طيب، في سياق مختلف بنتكلم عن المنتخب الوطني اللي بيعسكر استعدادا لتصفيات كأس العالم، المعسكر موجود في الإسكندرية. النهاردة خرجت التقارير على اللاعب اللي القانون بيسمح بتجنيسه، فبالتالي مصر هتستفيد ازاي من القانون ده. فخرج اسم اللاعب وهو سبنسر، لاعب الاتصالات اللي هو يبدو من أفضل المحترفين في كرة السلة المصرية. مبدئيا كده هو ده اللاعب بالفعل اللي استقرته عليه كابتن طلبة؟ بص، هو الحقيقه ان احنا كان في لاعب اخر، المدير الفني الجديد روي رانا كان على تواصل معاه، بس بظروف هذا اللاعب ما قدرش يتواجد معانا. القانون الاتحاد الدولي اللي موجود من فتره طويله، يمكن حوالي 15 سنه، بيسمح لكل دوله بتجنيس لاعب للاشتراك معها في اي بطوله. فكان التفكير في هذا اللاعب، هو لاعب يعني بيلعب في اوروبا، ما حصلش لظروف خارج عن اراده الطرفين ان هو يكون موجود معانا، فكان التفكير في لاعب سبنسر اللي موجود في الدوري المصري مع نادي المصريه للاتصالات، للعب بصفه مصري في التصفيات القادمه. وهو ده فعلا يعني لجنه الانتخابات مع الجهاز الفني بموافقه طبعا مجلس الاداره ان احنا نبدا اجراءات تجنيس هذا اللاعب. ممتاز. طيب، هل ده بيستغرق وقت معين ولا الموضوع، لانه انت اتكلمتوا في اكثر من اتجاه انه بموافقه وزاره الرياضه وانه الامر يعني متفق عليه، لكن هل بياخد وقت معين ولا هنشوفه مثلا بيظهر في الفتره دي او الويندو دي في مواجهات تصفيات؟ والله والله يا كابتن هاني، انا الحقيقه احنا ما نعرفش، يعني دي اول تجربه لينا، فهنحاول ان احنا ننهي الاجراءات والحصول على موافقات الدوله في اسرع وقت ممكن، ان هو يعني يكون موجود معانا. ممكن الوقت ضيق الحقيقه، انا مش يعني مش متوقع، يعني اتمنى ان احنا نخلص في اسرع وقت ممكن، واتمنى من الجهات اللي موجوده والاجهزه المصريه انها تساعدنا في انهاء الاجراءات والاوراق المطلوبه باسرع وقت ممكن، لان اللعيب هيكون اضافه للمنتخب في المرحله اللي جايه. فمش قادر اقول لحضرتك
هتاخد وقت مني قد ايه بالظبط؟ مفهوم. طيب، هو في بعض الاصوات اللي طلعت انتقدت قرار تجنيس لاعب، هتكلم تحديدا على الكابتن احمد حسام ميدو النجم الكروي والزميل الاعلامي واللي شفناه في قرعه كمان كاس العالم في الباسكت نفسها. هو قال انه لا، يعني ليه تجنس وليه ما تعتمدش على لاعب مصري، ومش عاجبه اساسا ان البطوله اللي حتى لو توجنا بيها ما دام جايه من لاعبين غير مصريين. ف ايه تعليقك على القصه دي؟ لانه ربما ليها مريدين نفس الراي ده، فايه راي حضرتك في الكلام ده؟ بص، طبعا كل الاحترام للكابتن ميدو، يعني اللي انا بحترمه وبحبه جدا، وشرفنا فعلا في ورقه كاس العالم، وفي اراء كده طبعا، والاراء دي لها وجهه نظر، هي اراء وطنيه. أيوة. يعني هي اراء وطنيه تحترم جدا، لان هي شايفه من وجهه نظرها ان مصر لا، يعني مش مطلوب انها تجني. وجهه النظر الاخرى اللي احنا شايفينها ان القانون الاتحاد الدولي يسمح بكده، انا مش بروح اجنس لعيب او بخطف لعيب غصب عن دولته او غصب عن منتخبه او غصب عن اي ظروف داخليه تحيط بهذا اللاعب، لا اجبر اي لعيب او لا استغل اي فرصه. انا بروح اتفاوض مع لاعب بكامل ارادته، ولاعب مش بيلعب مع منتخب بلاده ولا اي حاجه، لعيب، وخصوصا اللعيبه الامريكان، ان هو ينضم يلعب لظروف منتخب ايا كان المنتخب، مش لازم مصر. في دول عربيه كتير قامت بالتجنيس، على سبيل المثال يعني للحظ لبنان، الاردن، تونس. تونس واخده افريقيا اللي فاتت تقريبا بسبب المحترف بتاعه. مظبوط. كوت ديفوار معاها مجنس، انجولا معاها مجنس. اللي انا سامعه ان بعض الدول الافريقيه القويه زي السنغال والكاميرون بيفكروا في وجود مجنسين. هو الاتحاد الدولي ده يا كابتن هاني حط القرار ده ليه؟ ليه؟ لان هو بيحاول يرفع تنافسيه الدول في البعيد عن امريكا، يعني امريكا بتلعب في ليج لوحدها، فانت عشان تقرب المستوى فبتحاول تدعم بقيه المنتخبات. خلينا نبص لها، بترفع مستوى بعض الفرق، الفرقه دي لو حطيت معاها لاعب محترف، ايوه، تخيلها كده، لاعب محترف مستوى عالي ممكن يرفع مستوى الفرقه بتاعته دوت. مفهوم. فالقانون ده مسموح به من 15 سنه، دول كثيره جدا استغلت هذا الموضوع وهذا القانون وهذا الموقف. احسن لاعب في الان بي اي اليوناني، يعني انتي تيكومبو دوت اصلا نيجيري، بيلعب بس منتخب اليونان. مفهوم. فهو موضوع التجنيس ممكن تبص لها من الحته الوطنيه البحته، انك انت لا مش محتاج، بس لو انت من الناحيه الفنيه وان غيرك بيستغلها، لا انت محتاج. بالظبط كده. مفهوم. احنا محتاجين، ويعني رحم الله امرئ قدر، يعني عرف قدر، احنا محتاجين. احنا ترتيبنا مش احسن حاجه في كره السله، ومحتاجين تدعيم. ممتاز. ممكن نلجا لهذا طالما هو قانوني. أيوة. اخلاقي. احنا لم نخرق القانون، ولم نتفاوض او نخطف اي لاعب من اي منتخب. احنا ماشيين من الطرق القانونيه والاخلاقيه. تمام. ان حاجه تساعد منتخب مصر، فهي برضو من وجهه نظرنا احنا عايزين نرفع نتيجه المنتخب بتاعنا اللي هو في الاخر بيمثل. طيب، سؤالين اخيرين وسريعين مرتبطين بنفس القصه. رقم واحد، اللاعب اللي بياخد الجنسيه المصريه دي بيتمتع بنفس حقوق وواجبات المصري، ولا هي جنسيه رياضيه فقط كابتن طلبة؟ جنسيه رياضيه فقط، الجواز السفر بيفضل يعني موجود مع الجهاز الفني، بيسلم في الاجتماع الفني قبل البطوله، وبعد كده بينتهي الدور ويرجع تاني الجهاز ده ويسلم يعني اللاعب ده لما ياخد الجنسيه الرياضيه دي يعامل هنا لو في نادي اشتراه او لو فضل في الاتصالات مثلا، بيعامل بقى بعد كده كمصري ولا يفضل محترف اجنبي؟ لا لا، الجواز بيتسحب منه، يعني هو الجواز يقدم بس في البطوله. تمام، مفهوم تماما. ان شاء الله موفقين على كل المستويات سواء مع المنتخب او في تنظيم كاس العالم للانديه. ان شاء الله بالتوفيق للزمالك. بشكرك جدا كابتن محمد عبد المطلب، نائب رئيس اتحاد كره السله المصري. النهارده الجونه واجه طلائع الجيش وفاز الجونه بهدف دون مقابل. على التليفون معانا الكابتن طارق العشري، المدير الفني لفريق طلائع الجيش. كابتن طارق، اهلا بيك، منورنا. اهلا يا هاني، تحياتي ليك واسره البلد. هارد لك اولا بعد العوده للمسابقه على الخساره النهارده.
والله الحمد لله، يعني لازم نحمد ربنا سبحانه وتعالى ونعم بالله. طبعا كنا نتمنى طبعا نتيجه، خاصه مع بدايه الدوري على ملعبنا. وصراحه انا يعني بشد على الولاد، لان الولاد النهارده بذل مجهود كبير جدا 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 في المباراه، لان تعرضنا على مواقف صعبه جدا خاصه بعد تاخرنا للنتيجه، ثم ان احنا عدينا في الخطوط واستطعنا ان احنا نلعب شوط كامل وان سايد جيم. في فرص كثيره جدا خلقت وضاعت، لكن يبقى فيها التوفيق بتاع ربنا سبحانه وتعالى. ان شاء الله هيجي باذن الله شد على ايديهم، طالما ان هم بيأدوا بالشكل ده ان شاء الله كمان نزود. عندنا قصور شويه في التعامل في الثلث الاخير في انهاء الهجمه، مظبوط، هنصلحها باذن الله خلال الفتره اللي جايه ديت، خاصه بعد ميدو تكتمل لياقته البدنيه، لان كان بعيد بقاله شهر. سمير برضه نفس الكلام، بيعاني اصابته كتر خيره في الركبه، واتحمل على نفسه. صباحي برضه غير مكتمل، فيكتور لسه داخل بقاله ثلاث ايام بس او رابع يوم معانا بس. ف دي طبعا ان شاء الله كان لاعب ماتش الزمالك وسجل هدف الفوز قدام لان هو يعني فتره تواجده مع الفريق طبعا عشان بيبقى فيه هارموني يعني مش كتيره جدا. مفهوم. طبعا لكن الولاد ادوا بشكل كويس، مباراه جيده جدا من الطرفين. كنا لجأ للدفاع البحث الحفاظ على النتيجه وخرج بالهدف اللي هو جه من اجله يعني، لكن الولاد بتوعنا ادوا بشكل كويس، وده اللي انا يمكن بشد على ايديهم، لان القادم طبعا يعني صعب جدا، ومحتاجين ان احنا باذن الله تعالى نقف على حلم تاني. المباراه خسرتها، المباراه الجايه ان شاء الله تكسبها ترجع تاني للصف الجديد. طلاع الجيش بالخساره دي في المركز ال 16 بخمس نقاط، المباراه اللي جايه مع المقصه كابتن طارق شايفها ازاي بالنظر دي لان طبعا يعني مباراه مؤجله؟ ايوه النهارده مؤجله مظبوط. فان شاء الله باذن الله مباراه المقصه مباراه صعبه، كل مباراه بالنسبه لنا صعبه، لان احنا الموقف بتاعنا يعني متاخر. فانت بتدور على لغه واحده، هو ازاي الحصول على الثلاث نقاط. ايوه مش هتحصل الثلاث نقاط غير ان انت نمره واحد تامن نفسك بشكل كويس جدا دفاعيا، ما تقابلش اهداف، وانت تحاول تقدر الامكان انك تبقى عندك شراسه هجوميه ثم التهديف توفيق ربنا سبحانه وتعالى. ان شاء الله الولاد يوفقهم، لان عندي امل فيهم، الولاد كويسين جدا جدا. ايوه تجربتهم عاليه جدا جدا في خلال الفتره اللي فاتت، عملنا بطوله الرابطه واستفدنا منها بشكل كويس جدا جدا. ان شاء الله كمان نجهز الباقيين، برضه عندنا انطوي بنجهزه، لان برضه كان فتره غايب كبير جدا جدا، وده برضه يعني برضه قوه هجوميه لما توصل لحالته الطبيعيه هيضيف للخط ده، لان احنا محتاجين ده بشكل كبير جدا. مهند لاشين النهارده ما كانش في القايمه لسه مديله راحه حضرتك مش كده؟ والله مهند طبعا متاثر نفسيا بسبب ضربه الجزاء، لكن انا عاوز اخاطبه يعني من خلالك، يعني قدر الله ما شاء فعل، ويعني هو تحمل اللي ما تحملوش ناس كبيره، يعني دخوله لضربات الجزاء المفترض في المواقف الصعبه ديت الخبرات لها دور كبير جدا 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 ان تتحمل المسؤوليه، فهو تحمل مسؤوليه غيره. هو كان امبارح قال لي النقطه بتاعت انه اللعيب يعني لما القائد قال لي العب حتى لو مش في دورك كان طبعًا لازم انفذ. طبعا ما لازم ينفذ طبعا، لكن انا قصدي في لاعبين اكثر خبره تستطيع انها تصنع الفرق في المواقف اللي زي دي. برضه خبره مهند ودخوله في الوقت القصير ده برضه خبرته قليله في التعامل في البطولات الافريقيه، يمكن ده ثاني ماتش ليه في البطوله الافريقيه. يعني هو متاثر طبعا طبعا، انت عارف جماهير المصريه ما بترحمش، ويعني فانا بشد على ايديه وبقول له هارد لاك، يعني بوم العالم ضيعه بطولات كثيره جدا صح. جدا ومش اول ولا نهايه يعني اللي هتمر بالمواقف اللي زي دي. لازم يبقى عندك اراده ولازم تتقبل الموقف بشكل كبير وانت لعيب كبير، وان شاء الله باذن الله تعالى ترجع تاني وتتالق من خلال الناديين وترجع تاني المنتخب كمان تبقى لعيب اساسي باذن الله. انا بضيف على كلامك المحترم جدا يا كابتن طارق انه مهند كمان يعني حتى باهدار الضربه دي هو اولا تحمل مسؤوليه كبيره، ثانيا هو اكتسب خبره كبيره حتى لو كان ضاعت الضربه، لانه لعيب بيشارك مشاركات دوليه اولى في خطواته طبعاً. وبيلعب نهائي، ده مكسب كبير ليه هو على المستوى الشخصي. طبعا هاني الولاد تحملوا مسؤوليه كبيره جدا، سواء محمد عبد المنعم، سواء مهند لاشين، الناس اللي دخلت وهي لسه بتحكو اولى يعني سنه اولى منتخب. صح مظبوط. وتحملوا مسؤوليه بطوله كبيره جدا وفاينل امام السنغال، وهنا ضربة الجزاء هنا يعني بتصنع الفارق، وكل الشعب المصري كان متعلق يعني طب ما انت ساديو ماني ضيع ضربة جزاء في بداية المباراة. صح. ولعيب بقيمة ساديو ماني بيضيع يعني المفترض يضيع تحطه ليدنج في المباراة. مزبوط. يعني تسهل عليه المباراة. لكن انا بشد على ايديهم، الولاد صراحة أدوا
بشكل كويس جدا للمنتخب وادوا في البطوله ببساله وشجاعه، يكفي ان كان الهدف بعيد جدا، ويمكن هدفنا ما كانش ان احنا نروح نوصل للمرحله النهائيه ديت. الولاد تحملوا على نفسهم، تالقوا في ماتش كوت ديفوار، تالقوا في ماتش المغرب، وصلوا المباراه النهائيه امام السنغال، والسنغال من الفرق ذو العيار الثقيل. ايوه. وان هم يوصلوا يلعبوا اربع مباريات متتاليه 120 دقيقه ده شيء يحسب لهم الكفاح والروح، هي دي عزيمتنا وعزيمه اللعيبه المصريه اللي احنا عاوزين ناكد عليها. صح. مش عاوزين نحاسب لعيب ان هو ضرب على الضرب طلع ضربه جزاء، وما تنساش ان ديت فيها توفيق كبير جدا، ضربات الجزاء فيها توفيق كبير جدا من الله سبحانه وتعالى، تدي فرق وتخسر فرق. هي دي كره القدم، لازم نتقبلها ولازم نشد على ايدين ولادنا. الولاد كويسين جدا جدا. صح. عشان اللي جاي هو الاهم. امام السنغال المرحله واللي جاي ده هو سؤالي اللي جاي لحضرتك يا كابتن طارق، لانه المنتخب فكره انك في بطوله مجمعه وربما ما كنتش مرشح طبقا للحاضر وقتها انك توصل للحته دي، وضع مختلف تماما عن مباراتين ذهاب واياب في تصفيات كاس عالم، شايف ازاي المفروض يتم التعامل، وايه النصيحه الفنيه اللي ممكن توجهها لضروره التركيز معها علشان نخرج بنتيجه افضل من نهائي امم افريقيا؟ لا خلينا نتكلم بلغه واحده كلنا من دلوقتي، ازاي نخطط ان شاء الله للصعود، لان احنا مش هنقابل فرقه صغيره. أيوة. مش هنقابل فرقه عندها طموح الصعود هي كمان، وكمان المباراه الثانيه هناك يعني الامور اصعب كمان. فلازم ندي حلول هنا، لازم نستعد على الصعيد الذهني وندي للولاد جرعات معنويه عاليه جدا. الولاد بانت شخصيه مصر في المراحل النهائيه من بعد مرحله المجموعات وبعد الثبات في التشكيل الفني وبعد اعطاء كل اللاعبين كل ذي حق حقه في مكانه الطبيعي. لا شخصيه مصر بانت ولاعيبه مصر بانت، وقدموا يعني يكفي ان المباراتين الكبار اللي مع المغرب ومع كوت ديفوار ومع الكاميرون دول قوه كبيره جدا في كره القدم وفي البطولات، ولهم تاريخ كبير جدا في التعامل في مثل هذه المباريات، ويكفي انك تتغلب عليهم تكتيكيا وفنيا وتحد اللعيبه ديت كلها وتكسب نجوم جديده زي محمد عبد المنعم، عمر كمال، ابو الفتوح عامل بطوله هايله جدا جدا، مهند لاشين دخوله مع المجموعه الاساسيه، النني عامل مجموعه يعني الولاد تالقوا، محمد صلاح تالق، كلهم حتى تريزيجيه ابتدى يعود لمستواه الطبيعي في التغييرات اللي كان بيعملها مستر كروش، ويبتدي ينزل ويبتدي زيزو. المجموعه تالق ابو جبل بعد طبعا اصابه الشناوي، والناس كانت خايفه على حراسه المرمى، النهارده كسبنا ابو جبل. في مكاسب برغم ان احنا ما خدناش البطوله، لكن في مكاسب كبيره جدا عاوزين نبني عليها للي جاي، ونخلق اجواء يعني تفاؤليه للولاد، وان احنا نبص فيهم ثقه كبيره جدا جدا ان المرحله اللي جايه مهمه، احنا ازاي نهيئ لهم المكان ده، ما نبتديش نقطع فيهم ونعمل لهم تهنئه لا بالعكس. اللي وصلنا له ده ان مصر تصل في في وجود هذه الكوكبه الكبيره جدا من المنتخبات العريقه، مصر تصل في بطوله افريقيا الامم النهائي. لا يعني مجهود كبير بذل، نحييهم ونقول لهم اللي جاي افضل ان شاء الله. ان شاء الله. مين من طلائع الجيش لو شايف ان ممكن تنصح بانضمامه الى جانب مهند لاشين المنتخب، ترشح مين يا كابتن طارق؟ والله شوف الكواليتي بتاع اللعيبه بتاع يعني بتاع فرق الجيش كويسين جدا. لكن ما فيش شك طبعا المرحله اللي احنا فيها دي مرحله يعني صعبه، لان احنا دلوقتي احنا من الثلاثه الاخر. مفهوم. الولاد لما يبتدوا يكتسبوا لغه المكسب وتبتدي تتحسن نتائجهم، ما فيش شك هيؤدي لارتفاع مستواهم. مفهوم. هتبتدي ساعتها انت تتظبط الاضواء وهتلاقي اكتر نوع. ما تنساش ان انا في حرس الحدود كان في اربعه ولا خمس لاعبين من حرس الحدود المنتخب. طبعا الجيل الذهبي. الفرقه لما تحولت من فرقه ان هي بتخش في المناطق الوسطيه، ابتدت تتحول للمناطق التنافسيه. أيوة. تاخد بطولات وتنافس الفرق الكبيره، مباراه الاهلي والزمالك بالنسبه لنا ما كانش حد يتوقع ان مين هيفوز يعني. لما نوصل للمرحله دي اقدر اقول لك ان ممكن اكتر باللاعب من طلائع الجيش ان هو مفهوم. دي رساله محترمه وموضوعيه جدا كابتن طارق، فبشكرك عليها. كابتن طارق العشري المدير الفني لطلائع الجيش النهارده، اللي خسر فريقه امام الجونه بهدف دون مقابل. بمناسبه افريقيا وان احنا ختمنا الكلام في النقطه دي قبل ما اطلع لفاصل، فالنهارده اتحاد الكره اعلن انه العقوبه بالفعل خفضت الى مباراه واحده، بتكلم على كارلوس كيروش، وان ال $10,000 الغرامه اتشالت كمان. اعتقد ده يعني امر جيد جدا، لانه كده هيلعب مباراتي السنغال، واعتقد انه تقدم جيد جدا في قصه الطعون وقصه الادله
اللي بيها بتخفض اي عقوبات، فده نجاح لاتحاد الكره المصري في هذا الاطار بكل تاكيد. لكن على جانب اخر، في السنغال لسه الاحتفالات مكمله. النهارده سال رئيس السنغال اعلن، غير انه ادى اجازه رسميه، غير ان السنغال بقى لها 4 ايام بتحتفل، فكمان النهارده خصص قطعه اراضي للاعبين، اللاعبين السنغاليين كل واحد فيهم هياخد ارض مساحتها 200 متر حاجه كده جميله في العاصمه داكار، وارض ثانيه 500 متر في مدينه ثانيه اسمها ديام نياديو. دي مدينه جديده يعني قريبه من العاصمه السنغاليه داكار. ده غير 50 مليون فرنك افريقي اللي هو 76 الف يورو لكل لاعب وعضو بالجهاز الفني. والاحتفالات يعني طبعا حاجة تاريخية وإنجاز كبير وأول مرة في تاريخهم، فهو أمر يستحق أكيد عليه الاحتفال. الشعب كله في الشارع تقريبا، فرحة كبيرة جدا للشعب، وهي دي كرة القدم اللي بتفرح ملايين وبتزعل ملايين، لكن في نفس الوقت اللي زعلانين بيكون عندهم فرصة إنهم يحتفلوا في مناسبة تالية، لأن دي الكرة. فإن شاء الله الفرحة اللي جاية تبقى بتاعتنا احنا، سواء كجماهير ومتابعين أو حتى كلاعبين يستحقون إن شاء الله الفرحة. معنا على التليفون قبل ما أطلع لفاصل محمد محسن ليلى، لاعب مصر المقصة، اللي أكيد احتفل بقوة بإلغاء هدف إمبي. ليلى ازيك؟ يعني عامل إيه؟ عامل إيه؟ إيه الأخبار؟ كويس؟ الحمد لله يا حبيبي، زي الفل والله. أعتقد كلنا كنا قاعدين بنتفرج وأنت معانا افتكرتها جول، واحتفلت أكيد بإن هي اتلغت في الآخر. دي حقيقة، هي الفكرة كلها ان الوقت كان صعب جدا، يعني دقيقة 87 دقيقة 88 فما عندكش وقت ان انت تلحق تعوض حتى، فكان توقيت يعني بصراحة صعب علينا كلنا يعني. فان هي ترجع تتلغي في التوقيت ده، فطبعا الحمد لله طبعا احنا عملنا مجهود كبير جدا في الماتش، خاصة الشوط الأول يعني. كنا احنا أحسن، كنا أقرب ان احنا نكسب، بس ما كانش في توفيق يعني. والحمد لله يعني توقيت، بس توقيت الكورة دي، توقيت الجول نفسه كان صح، كان صعب علينا قاسي قوي بالنسبه لكم. بالظبط، كانت هتبقى صعبه جدا يعني، خصوصا ان الماتش خلاص الدقيقه 87 88، فانت بتبقى خلاص يعني لو ما عرفتش تجيب جول في التوقيت ده اهم حاجه ما يدخلش فيه الجول. بس ان يعني الحمد لله، الحمد لله على كل حاجه طبعا. ان شاء الله بنتعوض في الجاي يعني. ليلى، انت من اللاعبين اللي عندهم خبرات في فريق من الشباب، بتكلم هنا على مصر المقصه، شايف وضع الفريق ازاي دلوقتي، وايه اللي ممكن يتعمل من جانبكم علشان النقاط تزيد والترتيب يتحسن؟ انتوا عندكم 7 نقاط دلوقتي في المركز ال14. دي حقيقه والله يعني، احنا بنقعد مع بعض كتير يعني، حتى وقعدنا قبل ماتش امبارح، احنا بنبقى نازلين يعني، احنا نازلين عايزين نكسب. ايوه، بنحط في دماغك المكسب دايما، انت بتحط في دماغك ان انت تكسب، ولا قدر الله ما كسبتش هتلاقي نفسك بتتعادل. بس ان انت تنزل تلعب على النقطه دي بتبقى صعبه بالنسبه لنا جدا يعني، لو نزلت لعبت على النقطه مش هتاخدها، تخسر. فدايما احنا بنتكلم مع بعض ونحاول نطور بس في العقليه بتاعت الفرقه نفسها كلنا جوه بعض. انت عارف ان في لعيبه كتيره اول مره تلعب دوري ممتاز، حتى اللعيبه اللي بتلعب دوري ممتاز بقى لها يعني ممكن فتره ما لعبتش وبتاع. فبنحاول ان احنا نتكلم في الحته دي. احنا معانا عناصر كويسه جدا، معانا مدير فني محترم، معانا اداره كويسه، كلنا بنأقلم نفسنا على الوضع اللي احنا فيه يعني. ما كل الناس جايه، كل الناس مركزه عايزه تعمل حاجه. الحمد لله فرقه يعني مش فرقه مش في المتناول، ومش فرقه سهله. الحمد لله، الحمد لله وصلنا للحته دي اللي احنا كنا بنحاول نوصل لها من قبل ما السيزون يبدا. ان الناس كلها تبقى نازله طمعانة فيك، احنا هنلعب المقصه فاحنا هنكسب. فالحمد لله طبعا ان احنا وصلنا لحته ان الناس بتيجي دلوقتي بتعمل لك حساب، محدش طمعان فيك، حتى لو حد طمعان فيك فاحنا بناخدها بحته ايجابيه، مش بان حد طمعان فيك فانت نازل خايف او نازل كاشش. لا، حد طمعان فيك ماشي، خليه يطمع فيك، واحنا لينا اسلوب لعب احنا بنلعب بيه. الحمد لله، الحمد لله يعني بنحاول نجمع نقط على قد ما نقدر. انت عارف الدور الثاني بتبقى صعب ان انت تجمع نقط، الدور الاول بتحاول تجمع اكثر قدر ممكن من النقط ان انت تبقى قاعد مرتاح. وبنتكلم في حته ان احنا مش عايزين نفضل يعني مش عايزين ننافس لغايه اخر السنه، لا احنا عايزين نبقى في حته كويسه من قبل اخر السنه يعني، عشان الدنيا ما تصعبش علينا وتصعب على اللعيبه وتتحط تحت ضغط، وهتلاقي نفسك انت بتلعب اللعيبه بيجي لها كرامبات، اللعيبه نفسيا مش قادره تلعب. فاحنا مش عايزين نوصل للحته دي، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يعني هنوصل لها قبل ما السيزون يبدا. ربنا يوفقكم باذن الله. انت نورتني يا محمد محسن ليلى، لاعب مصر المقصه، اللي هو كان مشترك في اللقطه اللي بسببه
اتحسب شكشك اوف سايد فالهدف بتاع امبي اتلغى. بعد الفاصل اخبار عن الزمالك كيف يستعد لبيترو اتلتيكو الانجولي وعطارق حامد اللي بينتظر اختبارا طبيا ربما لحسم قصه مشاركته من هذه المواجهه واخبار اخرى بعد الفاصل فخليكم معنا. المنسح الكومي اشتغل شغل كويس جدا بصراحه، ربنا عمل انجازات كويسه جدا، جاب صفقات، جدد للعيبه كتيره، فدي شيء كويس بالنسبه لينا. لكن لو اتكلمنا عن الماضي كلنا عارفين طبعا، فما نقدرش نتكلم عن اللي فات. نتمنى نكسب الفيوتشر عشان نخرج على الاقل من المأزق اللي احنا فيه دوت، يعني ان شاء الله هنكسب باذن الله. يا المهندس زيحه كان ماسك قبل كده وليه انجازات وليه بصمات في نادي الاسماعيلي، من الشخصيات اللي الاسماعيليه نفسها بتحبها. ان شاء الله مباراه جميله، عندنا امكانيات كويسه وعندنا لعيبه كويسه، عايزه الثقه بس ان شاء الله، وتحط بس رجليها على الطريق، محدش ان شاء الله هيملى علينا، هيبقى الاسماعيلي وهيودي المنتخب وهيعمل، وعندنا لعيبه تستاهل المنتخب وهيبقى ليها نظره وهيبقى ليها حاجات يعني كويسه ان شاء الله. احنا عشمانين في الاسماعيلي خير، ومتمنيين ان المباراه تبقى كويسه ونشوف كوره حلوه، واحنا ملاحظين ان في تغيير موجود في النادي ومجلس الاداره شغال، بس بنتمنى ان يبقى في مزيد من كده. شايف ان هم ماشيين بخطوات كويسه وعايزين نساعدهم، عايزين المحافظه تساعدهم، وزير الشباب يساعدهم، وانا بطلب منهم حاجه مهمه جدا، لو المهندس يحيى الكومي مجلس ادارته دعا كل رؤساء الانديه اللي عايشين النهارده يقعدوا يتداركوا، اللي احنا يعمل لجنه حكماء تدير مش تدير، ياخدوا يعني ياخد الصح من هنا وياخد الغلط من هنا ويقفوا، لان لابد ان كل بلد تتكاتف مع النادي الاسماعيلي. يعني ان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله هنكسب الفرقه دي باذن الله، وهنمشي على الحط على الطريق الصحيح باذن الله تعالى، ونتعشم خير ان شاء الله في جددوا الفرقه، وان شاء الله التوفيق من عند ربنا باذن الله. باذن الله هنكسب ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله هنكسب باذن الله. اهم حاجه ان هو يعني جاب صفقات كويسه، مستر خوان براون برضو المدير الفني، انا شايف انجازات الكوره، انا واحد من بيحب كرة اسماعيلي جدا، فشايف ان هو عمل طفرة في النادي. ان شاء الله يبقى ماتش مهم، وان شاء الله عودة الروح، ونلعب تاني بالروح اللي هي بتاعت كاس الرابطة، وان شاء الله ان احنا نأدي ونعمل نتيجة ايجابية باذن الله. الانجازات اللي مجلس الادارة عملها، اللي هو جاب لعيبة، يعني احنا شايفين اللعيبة ديت يعني رفعت مستوى النادي شوية وقدمتنا خطوة لقدام، ربنا يسهل يعني في مباراة بكرة إن شاء الله. إن شاء الله يكون الأداء أفضل، وبإذن الله الإسماعيلي يعمل ماتش كويس إن شاء الله. النادي بقى فيه لعيبة كويسة عن الأول يعني، والجهاز الفني برضو حاجة مشرفة الفترة الأخيرة، وربنا يوفقهم إن شاء الله بإذن الله. نفوز الإسماعيلي إن شاء الله. إن شاء الله الإسماعيلي يكسب بإذن الله، لأن عندنا النادي فيه فطاحل، فطاحل الكورة في النادي الإسماعيلي، فبإذن الله غالبين إن شاء الله. الإسماعيلي أكيد محتاج يترجم ربما التحركات اللي حصلت خلال الميت يوم للمجلس إلى نجاحات داخل أرض الملعب على مستوى النتائج. الإسماعيلي يمكن وصل إلى نصف نهائي كأس الرابطة، أهلا بكم مرة تانية عشان لسه راجعين من فاصل، وبيحاول بقى على مستوى الدوري يحقق نتائج جيدة علشان يتحسن وضع الدراويش، اللي النهاردة صدر بيان باسم الكابتن حماده الكابتن حماده المصري عفوا رئيس اللجنه الفنيه في الاسماعيلي، بيتكلم فيه على انه انهى اموره اللي جه من اجلها، وانه بيقول كمان انه خدم جماهيره الوفيه خلال الفتره الماضيه، تشرف فيها برئاسه اللجنه الفنيه للنادي. قال الكابتن حماده المصري في هذه الاستقاله انه بعد نهايه ما اداه وانه خلاص قام بدوره، هو بيتمنى الموافقه على الاستقالة، وانه بيدعي ان يتم او اعادة البسمة والفرحة الى ناديه في المرحلة المقبلة منذ قدوم المجلس الموقر. هي رسالة مبعوثة للمجلس برئاسة المهندس يحيى الكومي. قال انه بعد بقى الاطمئنان على كل حاجة، اتقدم بالاعتذار عن عدم رئاسة او عن يعني الاستمرار في رئاسة اللجنة الفنية، متمنيا لكم ولنادينا الحبيب ولجماهيري العظيمة كل التوفيق والنجاح.
لكن المهندس يحيى الكومي رئيس النادي لما تواصلنا معاه كانت اجابته انه قرأ هذه الاستقاله لكنه يرفضها، وقال انه الكابتن حماده المصري الغرض من هذه الاستقاله انه مش عايز يكلف النادي اعباء ماليه، فلكننا مصممين على استمراره في النادي وان هذه الاستقاله مرفوضه. في الزمالك خبر سعيد، 14 مليون جنيه من المستحقات المتاخره للاعبي الفريق الاول لكره القدم صرفت اليوم ليتبقى 7 ملايين جنيه. هي متقسمه بقى بين لاعبين من الاجانب المحترفين او لاعبين من المحليين. الزمالك المصريين يعني كان بقاله كتير لعبته ما بياخدوش مستحقاتهم، وده امر جيد ياتي قبل الانتخابات بايام قليله. في الوقت اللي فيه 7 مليون ناقصين، وبالتالي يعني اللي فات كان كتير واللي جاي اقل بكتير، وده امر جيد. طارق حامد تبدو فرصه في المشاركه في مباراه الزمالك مع بيترو اتلتيكو يوم 12 من الشهر الجاري اللي هو يوم السبت اللي جاي صعبه او ضئيله جدا، ما بيتمرنش. والحقيقه ان انا تواصلت مع طارق حامد وسالته ايه الاصابه الطويله دي، هل في اي مشكله؟ قال ان الاصابه عباره عن كدمه في خلف الركبه، يعني من ورا ركبته، من ورا وبطن الركبه يعني، والكدمه دي سمعت في الركبه، هي كدمه قويه بسبب التحام ما بينه وما بين احد زملائه في خط الوسط بحسب هو ما قاليش. لكن احنا عرفنا من ناحيه ثانيه انه لاعب رحل عن الزمالك في موسم الانتقالات الشتوي، زيزو. لكن سالته بقى طارق حامد بكل وضوح انه هل في اي مشكله، هل انت متضايق من المنتخب؟ قال لي والله ما متضايق، ونفسي العب ومفيش اي مشكله، اختارني كيروش، اختارني ما اختارنيش انا جاهز وبتمرن، وهبقى يعني بستعد ان انا تحت الطلب وقت ما يعوزني اذا ارادني يعني. سالته هل القصه ليها علاقه بالتجديد مستحقات متاخره؟ قال لي لا ملهاش اي علاقه، واسال الطبيب وانا الامر كله، حتى لو حبيت اتكلم هتكلم بعدين، لكن انا ما عنديش اي مشكله، وهي كدمه هي السبب في كده. فيبدو انه مشاركته امام بيترو اتلتيكو صعبه جدا. اما حازم امام فبكره هيتعمل له اختبار طبي علشان يتحدد الامر بقى من المشاركه في يوم السبت، وانما برضو معلوماتي انه معلوماتنا في برنامج الماتش انه الامر صعب انه يلحق حازم امام بمواجهه بيترو اتلتيكو اللي بعدها على طول هتكون سموحه في الدوري ثم ساجرادا في الجوله الثانيه من دوري ابطال افريقيا. طيب الهلال السعودي النهارده عمل مباراه كبيره لكنه خسر، انما كسب احترام المتابعين اجمعين. معانا على التليفون الاعلامي الرياضي السعودي الكبير الاستاذ احمد الشمراني. استاذ احمد اهلا بيك منورنا، حياك الله. اهلا وسهلا، حياك الله هاني. الله يحييك، اخبار حضرتك ايه؟ وحشني والله كثير، وحشنا هاني. مبروك الزواج حتى لو كان متاخر. الله يبارك في حضرتك. لا مش متاخره ولا حاجه، كفايه ان انا اسمعها منك. ومنورني ومبسوط ان انا بسمع صوت حضرتك. وهبدا معاك وانا اتفضل. هبدا معاك الاول بالهلال السعودي النهارده، مباراه كبيره قوي قدام الفريق الانجليزي بطل اوروبا تشيلسي. الشوط الثاني تحديدا كان الهلال قادر على هز شباك كيبا اللي تألق في مره وفي مرتين من انفراد وتصويبه كينو قبلها ماريجا. يعني كلمني عن رايك في لقاء النهارده هاني. قبل المباراه طبعا بايام كنا نتحدث عن الواقع والمستحيل. الواقع ان يكسب تشيلسي والمستحيل ان يكسب الهلال، عطفا على الفوارق نعم الفنيه، عن التاريخ، عن الخبره، عن القيمه الشرائيه، لكن على ارض الميدان تغيرت كل هذه الامور، وبالتالي قدمت لنا رساله. كره القدم في الاول والاخير هي مثابره. اليوم الهلال في الشوط الثاني كان كتف بكتف مع تشيلسي لدرجه انه بالعكس فوق عليه. صح، وربما يكون هناك العنصر الاجنبي دور في ذلك. 7 لاعبين غير سعوديين اضافوا حقيقه للدوري السعودي بشكل عام، واضافوا للهلال بشكل خاص. القيمه وان الهلال كما تعرف انت استطاع ان يستقطب نوعيه جيده من اللاعبين، اضف الى ذلك انه يتوفى لديه ايضا 80% من لاعبين المنتخب السعودي طبعا بقياده كنو، سالم الدوسري، البديهي، الشهراني، بالتالي كل هذه القدرات عجزت من حضور الفريق. اضف الى ذلك ما ميز الهلال اليوم ان اللاعبين نزلوا الملعب هم يبغوا يستمتعوا بالمباراه. نعم، هم يبغوا يقدموا الوجه الاخر للهلال، الوجه الاخر للبطل اسيا، الوجه الاخر ايضا لممثل السعوديه. فاعتقد انهم نجحوا الى حد كبير اليوم في تبييض الصوره يعني، واستطاعوا ان يكسبوا احترام كل من شاهد المباراه، واحترام حتى مدرب تشيلسي قال عنهم كلام
جميل، وهذه بلا شك انها اشاره واضحه كابتن هاني تعطينا تاكيد الى لان ممثلينا طبعا على مستوى العالم العربي يحتاجوا فقط لغير قليلا من الثقه وكثيرا من الدعم، والدوري السعودي كما تعرف والانديه السعوديه بتحظى بدعم مالي كبير. نعم مضبوط. ونتاجه كما نرى، ونتطلع ان شاء الله في المستقبل ان يكون الحضور اكثر على مستوى الانديه وعلى مستوى المنتخب باذن الله. المباراه اللي جايه بقى الهلال السعودي الزعيم يلتقي مع زعيم قاره افريقيا الاهلي. كيف ترى هذه المواجهه من اجل حصد البرونزيه استاذ شمراني؟ والله هذه هاني نعتبرها احنا على مستوى الاعلام طبعا قبل كرة القدم مباراة كسر عظم. ايوه هي بطل افريقيا وبطل اسيا وافراسيوية، هم ايضا الان بيمثلون النخبة على مستوى العالم العربي. عندما تقول الاهلي المصري فانت تتحدث على قامة وقيمة الرياضة الرياضة على مستوى قارة وعلى مستوى ايضا بلد، وكذلك الحال بالنسبة للهلال. عندما تتحدث عن الهلال تتحدث عن زعيم اسيا وزعيم ايضا كره القدم السعوديه. المؤشرات تؤكد باننا سنشاهد لقاء سحاب. صحيح هناك من بدا يتحدث اليوم عن الفارق ربما الفني يميل لصالح الهلال عطفا على الاداء اللي قدمه عطفا على اللاعب الاجنبي. كذلك الحال بالنسبه للارهاق اللي وجدوا لاعبين الاهلي المصري، لكن يعرفوا ان الاهلي المصري من الفرق اللي يزيدت الحضور في مثل هذه المناسبات. اللقاء بشكل عام اعتقد انه لقاء كبار، لقاء نخبه، لقاء ايضا كلاسيكو على مستوى العالم العربي، اتمنى ان نستمتع به. مظبوط طبعا جمهور كبير من الطرفين، تعرف انت شعبيه الاهلي المصري ما شاء الله على مستوى الخليج وكذلك المحال بالنسبه للهلال، فنتمنى ان شاء الله نشاهد مباراه كبرى. ولا تسالني عن اماني، لكن تسالني عن توقعاتي. توقعاتك ايه؟ توقعاتي على الورق الهلال هو الاقرب. ليه؟ الهلال اقرب انه نوعيه اللاعب، سبع لاعبين اجانب ترى فرقهم عن اللاعب ايضا لاعب اليوم المستوى اللي قدمه، لكن هذا لا يعني مثلا انه توقع قطعي، يعني مفهوم طبعا طبعا من الفرق ايضا اللي لا يمكن انه يرمي المنديل، فما بالك عندما يكون هناك تنافس عربي. ايوه زي ما ذكرت لك هذا توقع مفهوم. ليه مش عايزني اسالك ليه مش عايز اسالك على الامنيات؟ اعتقد ان انا عارفها. خلاص خليها لك. انت بتحب كل ما هو اهلي يا استاذ شمراني. والله يا اخي بالعكس، حتى الهلال ترى يعني الهلال يقول ممثل المملكه العربيه السعوديه، ولا نقع في المحظور اللي وقع في بعض الزملاء عندما يقول الرياضه لا ترتبط بالوطنيه. لا طالما انه يحمل اسم وطنك من الطبيعي جدا يكون انتمائك يمثل بلدك، لكن بالنسبه لاهلي له معزه خاصه وحب خاص حالة عشق ايضا خاصة تعرفها انت هاني، ويعرفها ايضا من يعرف علاقتي بهذا النادي العريق. اكيد. اخيرا يعني تابعنا الدعم العربي، وهنا في حالتنا بتكلم على الدعم السعودي الجماهيري والاعلامي الشديد لمنتخبنا الوطني منتخب مصر في بطولة افريقيا اللي خسرناها في النهاية امام منتخب السنغال. كانت من الامور الجيدة جدا اندماج العربي الجماهيري والإعلامي في دعم كل منتخب عربي حتى بقي منتخبنا الوطني في النهائي. كابتن أو أستاذ شمراني، والله يا هاني كرة القدم هذه جمالياتها. الرياضة يا أخي حتى لو بعدت بين المسافات أو اختلفنا في وجهات النظر، لكن توحدنا حقيقة، توحدنا كثيرا منتخب المصري حقيقة، وحدنا جميعا. أنا بتكلم هنا على مستوى السعودي، على المستوى السعودي تعاملنا مع المنتخب المصري اعلام وجمهور ومسؤولين وكانه المنتخب السعودي اللي بيلعب. وهذا ما فيها غرابه، لكن بشكل عام اعتقد ان هذه لاول مره يحظى المنتخب المصري بهذه الشعبيه الجارفه. طبعا احنا كسعوديين ما لا فرق بيننا وبينكم، علاقتنا طبعا ممتده ومتجذره، احنا امتدادكم وانتم امتدادنا. صح. وعلاقتنا لا يمكن نقيمها من خلال رياضه، لكن اقولها لك بكل امانه انا ما قراته وما تابعته حتى على مستوى العالم العربي على مستوى الخليج كان هناك تعاطف مع منتخب الاصل المصري، ربما اللي فرض التعاطف هو الاداء مزبوط. المصري المثابره المصريه. انت رحت الى هذه البطوله ما كنت مرشح، وعطفا على التصريحات اللي سمعناها مع المدرب. صح. وان كنت اعتقد انها كانت تصريحات ربما تكون تصريحات تكتيكيه مدربين، لكن على تكتيكيه، لكن على مستوى الملعب شاهدنا منتخب مختلف. اضف الى ذلك اذا وجود لاعب بحجم صلاح وحد العرب، يعني صلاح تعرف انت اليوم
هو ايقونتنا. دموع صلاح حقيقه عندما بكى ابكى الكثير معاه في تلك اللحظه، لكن لن نقول الا كره قدم حقيقه. المنتخب المصري اجتهد، نعم. المنتخب المصري ثابت، نعم. لكن في النهايه ركلات الحظ الترجيحيه خذلتنا. نعم. يلا الحمد لله على كل شيء. بشكرك جدا استاذ احمد الشمراني الناقد الرياضي الكبير السعودي، نورتنا. معانا على التليفون المدير الفني لفريق الجونه الكابتن رضا شحاته. كابتن رضا اولا وحشتني، ثانيا مبروك. حبيبي وحشني جدا. اخبارك ايه يا كابتن؟ تمام يا حبيبي الحمد لله. عامل ايه؟ الحمد لله. عوده الى الدوري وانتصار مهم بثلاث نقاط نجحت في تامينها بهدف، لعبه حلوه واداء جيد كمان للفريق. يعني الحمد لله طبعا بدايه مهمه بعد التوقف الطويل ده، ان انت ترجع تكسب بالجيش في الجيش. الموضوع مش سهل، الموضوع حاجه ايجابيه كويسه، بدايه كويسه في ان شاء الله في اللي جاي نقدر نبقى نتحسن ونبقى افضل كمان. خلي بالك احنا فرقتنا شويه عشان احنا برضو في عناصر جديده داخل علينا وفي افارقه داخلين حتى في شهر واحد كتير. مظبوط. فالامور بالنسبه لنا لسه فيها انسجام، يعني مع الوقت الامور هتبقى افضل واحسن ان شاء الله حبيبي باذن الله. الطموح اكيد بكل ثلاث نقاط بتتجمع بتثبت الاقدام وبتخلي التفكير بيبقى اهدى كابتن رضا، مش كده؟ طبيعي طبيعي. يعني انت عارف الدوري صعب السنه دي، فرق كويسه كتير جدا، عناصر كل فرقه مدعمه بشكل كويس، فكل الماتشات صعبه. فان انت تقدر تتجمع وتقدر تبقى حاطط نفسك في حته كويسه في الدوري دي حاجه كويسه يعني. مظبوط. وبشكر اللعيب عليها النهارده كمان، الروح موجوده يعني، حتى خارجين من الرابطه في ماتش الاسماعيلي الامور ما كانتش افضل حاجه، ما كانش في تركيز بالشكل المطلوب. النهارده لا، مركزين من اول دقيقه ومركزين من قبلها. فدايما انا بشوف دايما لعيب الكوره في مصر طالما الروح موجوده، صح. الروح موجوده والرغبه موجوده والتركيز، بنبقى كويسين جدا. مظبوط. فدي اهم حاجه في الفرقه يعني، الحمد لله كانت موجوده النهارده. بواليا كان قريب منكم؟ جدا. ليه ما جاش؟ مش عارف. فلوس ولا رغبه ولا؟ لا، هو الولد رغبته طبعا اكيد قاعده معانا. هو مستريح معانا جدا، ولكن انا في تفاصيل انا ما بدخلش فيها يعني، في تفاصيل التفاوضات والكلام والدنيا ماشيه ازاي، ولكن ما قدرناش ان احنا نتحصل عليه يعني. ولكن جبنا لعيبه ثانيه صغيره يعني، معظم الافارقه اللي معانا سنهم صغير يعني. النهارده ارنو بدا اساسي. اسمه ارنو ايه بقى؟ لا هو ارنو بس. بتنادي له تقول له يا ارنو في الملعب، صح؟ يعني بنختصر الاسم الطويل قوي ده. ايوه. بدايه كويسه جدا ان هو يبدا اساسي ويبقى شكله كويس، مشروع لعيب كويس. ايوه. وده اللي بنفكر فيه. انت عندك لعيبه كمان صغيره في السن بدات تطلع، عندك سيف عجوز ده من قطاع الناشئين، عند احمد حسين، عندي زياد، عندي علي زعزع، عندي منا مجموعه صغيره. أيوة. انت لازم وانت ماشي يعني تبقى ماشي بتبني فرقه للي جاي، وفي نفس الوقت بتعمل فرقه كويسه تقدر تنافس بيها ويبقى شكلك محترم. صح. لو حصل في وقت من الاوقات الامور مش ماشي احسن حاجه فده طبيعي، ولكن في الاستمراريه والتخطيط الجيد الامور بتبقى افضل في المستقبل ان شاء الله. كابتن رضا شحاته ببارك لك مره ثانيه الفوز وموفقين في الجولات المقبله. شكرا للمدير الفني لفريق الجونه. اما المدرب العام لمنتخب مصر السابق والاسبق للنادي الاهلي وصاحب الرحله التدريبيه الكبيرة الكابتن أحمد أيوب فهو نجم الاستوديو بعد الفاصل في الماتش، فخليكم معنا. اتكلمنا في بعض المنشآت الرياضية اللي نقدر نوفر بعض الأماكن ليها للنادي الإسماعيلي عشان يعمل فيها منشآت رياضية ويستغلها لصالح أهل الإسماعيلية ولصالح النادي، يبقى دعم ومدخول مادي للنادي وفي نفس الوقت نشر ثقافة الرياضة لأهل الإسماعيلية بالكامل. اتكلمنا في موضوعات أخرى كتير الحقيقة، لكن كلها بتصب في دعم النادي الإسماعيلي، سواء كان دعم معنوي أو دعم مادي، لكن في النهاية هو دعم لصالح النادي الإسماعيلي، لصالح محافظة الإسماعيلية بالكامل، عشان أهل الإسماعيلية بالكامل يقدروا يحققوا الإنجازات والبطولات اللي احنا متوقعينها منهم، سواء كان في كرة القدم أو في الألعاب الفردية اللي يمكن حضراتكم عارفين احنا عندنا مجموعة من أبطال الألعاب الفردية، برضو اتكلمنا في هذا الموضوع وإزاي نقدر نجيب لهم ريسبونسر مسؤول عنهم يرعاهم في الفترة الجاية عشان نخش على البطولات إن شاء الله ونحقق فيها مراكز جيدة. الحمد لله. بالنسبة للدعم المادي للنادي الإسماعيلي، المحافظ قرر أن يعمل مؤتمر جماهيري تحت رعايته
لجميع رجال الأعمال والشركات لدعم النادي الإسماعيلي، وده إن شاء الله هيتخطط له في الفترة القريبة جدا الجاية، هيكون مؤتمر جماهيري لدعم النادي الإسماعيلي تحت رعاية سيادة المحافظ. إن شاء الله يكون في دعم قوي جدا للنادي الإسماعيلي بالمحافظة وبكل مؤسسات الموجودة في الإسماعيلية. الحاجة التانية، سيادة المحافظ مشكورا حدد معاد يوم الثلاثاء الجاي مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، إن شاء الله يكون في وجود المحافظ ومجلس إدارة نادي الإسماعيلي إن احنا هنلتقي بيه. والأول حاجة لاستلام النادي الاجتماعي النخيل، ودي خطوة يعني إن شاء الله هايلة في طريقنا لدعم النادي، لأن النادي الاجتماعي الحقيقة هيكون متنفس لكل أهل الإسماعيلية، أو النادي الاجتماعي يتعمل وهيفيد النادي اجتماعيا ورياضيا وثقافيا وماديا. اهلا بكم مره تانية في الماتش. منورنا النجم الكبير فنيا واخلاقيا الكابتن احمد ايوب نجم الاهلي السابق ومدرب منتخبنا الوطني السابق. كابتن ايوب ازيك؟ مساك يا هاني، وانا مبسوط اني شفتك النهارده، بقالي كتير ما شفتكش حقيقي. وحشني والف مبروك. ربنا يبارك فيك يا رب، وربنا يجعلها زيجه يعني العمر كله. أمين. ويرزقك الذريه الصالحه ان شاء الله. امين يا رب. منورنا ووحشني جدا والله يا كابتن. ربنا يخليك. أيوب. كله بخير الحمد لله تمام. القعده بره المنتخب او بعد الضغط العصبي كده بتحلي كده شياكه وضحكتك حلوه؟ لا انا يمكن حلويت عشان جاي لك، بس عشان انت العريس حبيبي يا كابتن ايوب. طب ما خلينا سلي في الدور بقى، اقول لك اخبار الجواز ايه والله الجواز كويس يعني الحمد لله. فرق معاك كويس؟ فرق طبعا طبعا، دايما السعاده كلها العمر كله. ربنا يسعدك يا رب ويبارك لك. الحمد لله على كل شيء. ندخل في الكلام، نبدا بالاهلي. يلا يعني معاك. الاهلي امبارح خسر من بالميراس وكان قدامه طموح واضح. اول مره في تاريخي ادخل للفاينل، لكنه خسر باداء حتى ربما اقل من المنتظر بعد الفوز على مونتيريا. شفت ازاي المباراه؟ طبعا هي مباراه صعبه على الاهلي من البدايه، والبطوله من بدايه صعبه على النادي الاهلي. النادي الاهلي بتاريخه الكبير ولاعيبته الكبيره واجه صعوبات في البطوله، تضارب المواعيد مع البطوله الافريقيه. اللعيبه عنده مهمه جدا جدا وعندها خبرات كبيره جدا جدا موجوده مع المنتخب. يمكن هم سافروا، ولكن اكيد كان في ارهاق كبير، لاعبين كم كبير من المباريات، سفر طويل، فطبعا افتقد مجموعه اساسيه مهمه جدا بالنسبه له. عنده اصابات مهمه في مراكز حساسه ومهمه. ولكن يمكن المباراه الاولى كانت صعب على النادي الاهلي، قدر يتجاوزها ويظهر بشكل كويس خاصه الشوط الثاني، رغم ان بدايه المباراه النادي الاهلي تحس ان كان سهل يخسر في بدايه المباراه بتاعت مونتيري. يعني النادي الاهلي في بدايه المباراه كان سهل يخسر، ما كانش فيه تماسك واضح. ما كانوش مصدقين ان ممكن في الظروف دي ممكن يكسبوا، رغم ان النادي الاهلي الشوط الثاني كان فيه تماسك وكان فيه تنظيم دفاع بشكل كويس. قدروا يجيبوا هدف ويحافظوا عليه وخرجوا بالبطوله. زاد عندهم الطموح للوصول للمباراه النهائيه، وتكون اول مره خاصه بعد عوده لعيبه المنتخب، اللي الراجل استفاد من بعض اللعيبه زي السولية وايمن اشرف وحمدي فتحي ومحمد شريف اللي ومحمد شريف اللي نزلوا بعد كده. واضح الارهاق. صح. يعني مش هنضحك على بعض. صح. هي لعيبه مهمه وكل حاجه، بس مشاركتهم كان فيها ريسك، وده كان واضح على اللعيبه. واضح اجهاد السولية، واضح اجهاد ايمن، واضح اجهاد حمدي فتحي. يمكن الراجل يعني حب ياخد منهم اقصى حاجه. ولكن المباراه كانت صعبه على النادي الاهلي. يعني اتغلب هدفين. وكان ممكن يعني تزيد. ورغم كده كان ممكن النادي الاهلي يرجع برضو في المباراه. خلي بالك، يمكن الاهلي كان اكثر جراه بس في الاواخر في المباراه بعد التعديلات والجراه الهجوميه، النادي الاهلي قدر يوصل. يمكن كان في هدف لمحمد شريف اللي هو اتحسب تسلل. ولكن انا بقول النقطه الفيصليه هي توقيت الهدف الثاني. يمكن انت الشوط الاولاني يعني طالع 1-0.
كان ممكن يكون في سيناريو مختلف وتغييرات للتدعيم او للكثافة الهجومية او للتنظيم الهجومي بشكل افضل، ولكن انت بعد 3 دقائق جه في يعني جون تاني صعب الامور اكتر واكتر، فيمكن ده اللي خلى الماتش يكون شكله اصعب. يعني شكله اصعب، ولكن النادي الاهلي يعني برضه في حته كويسه، عنده فرصه انه يحقق المركز الثالث ويحرز ميداليه، وده في حد ذاته انجاز، يعني لو يعني ان شاء الله يتحقق يكون انجاز برضه النادي الاهلي. لانه هيكون في النهايه هو هيكون انجاز معادل لانجاز انت عملته، قد يكون انك دورت على فضيه او ذهبيه فما راحوش، تمام، بيقلل من شغفك وانت بتلعب الثالث، لكن في النهايه يبقى انجازا انك واخد برونزيه. هو مش هيقلل الشغف ولا حاجه، ولكن في النهايه هي ميداليه لها قيمه كبيره، لان انت بتلعب في بطوله كبيره جدا جدا واسمها كبير جدا جدا، وحققت الميداليه دي قبل كده، ولما تحققها تاني هو برضو انجاز كبير يحسب للنادي الاهلي، لما تكون البرونزيه يبقى احسن ثالث نادي في هي بتتقاس كده، احسن ثالث نادي في العالم متوج بميداليات في التوقيت ده طبعا، وكمان واخد ميداليات، هيكون ثالث مره في تاريخه، يعني اكتر نادي مشارك في البطوله واخد الميداليه دي يمكن ثالث مره، يعني لا انجاز كبير طبعا، يعني خصوصا كمان ان هي بيضاف اليها ان هي في مواجهه عربي، ديربي مصري نادي السعودي، نادي الهلال طبعا الهلال. بس خلي بالك نادي الفرقه فرقه كبيره وفرقه تقيله وعندها لعيبه كويسه وكمان عندها طموح، يعني لا يقل ابدا عن النادي الاهلي، لان طبعا هي بطوله ليها ابعاد خاصه، لان كان فيها مشاركات عربيه، صح، فليها دي منافسه خاصه، يعني انت نفسك تحقق ميداليه كنادي، ولكن في نفس الوقت ده ديربي عربي بين مصر، فريق مصري وفريق سعودي، هيكون ليها نكهه خاصه اكيد. يعني النهارده الهلال كسب، اتغلب من تشيلسي بهدف دون مقابل، ودي ضمن سلسله مواجهات عربيه اوروبيه اتلعبت منذ انطلاق بطوله كاس العالم للانديه. كان تاريخ ومشوار حافل حقيقه، بدايه من 2011 كان السد لاعب برشلونه في نصف النهائي، السد القطري، وبرشلونه كسب ساعتها 4-1، والمباراة التالية بعد كده 2013 كان بايرن ميونخ واجه الرجاء وفاز بايرن في الفاينل 2-0. الرجاء وصل نهائي، قدم بطولة في ملعبهم هناك في المغرب، في مشاركة ضمن مشاركة الأهلي، قدم بطولة كويسة. مظبوط. ريال مدريد كان كسب الجزيرة 2-1 في نصف نهائي 2017. برشلونة كان كسب السد 4-0. ريال مدريد كان كسب العين 4-1 في 18 في النهائي برضو. بايرن ميونخ كان والعين شارك وقدم برضو، كان حسين موجود، قدم كره خطيره شارها راموس من على الخط، فاكر قدم مباراه جيده في البطوله. يعني بايرن كسب الاهلي الموسم اللي فات 2-0 او النسخه اللي فاتت، وتشيلسي النهارده كسب الهلال بهدف، واعتقد اداء الهلال النهارده من افضل اداءات الفرق العربيه، وتحديدا في الشوط الثاني قدام الفرق الاوروبيه. فرقه كويسه قوي. وعندها لعيبه كويسه وحتى يعني دايما بتنافس، يعني حتى في يمكن السنه دي مش خارج المنافسه في الدوري السعودي، ولكن في السنوات الاخيره دايما موجوده في منصات التتويج. يعني الماتش اللي جاي ده النظره ليه فنيا تبقى عامله ازاي؟ موسيماني اللعيبه الدوليه خدت وقت اطول، اهي اخيرا خدت نفس بعد سلسله طويله من الماتشات والضغط، وبيلعب مواجهه بهدف واحد خلاص، يعني الحصول على ميدالية. الحصول على ميدالية بالظبط، اما ما خدتش حاجه. تمام. ازاي اتعامل مع المباراه دي؟ يعني ازاي اتعامل مع المباراه؟ طبعا اكيد هم من دلوقتي بيحضروا المباراه، يعني اتفرجوا على فرقه الهلال بشكل كويس، ولكن هو هيستخدم العناصر بتاعته ازاي؟ هي دي الفكره. جاهزية اللعيبة اللي راجع المنتخب، هل يقدر يستفاد بيهم كلهم ولا دلوقتي الشناوي اكيد مش هيبقى موجود، ايمن اشرف بعد الطرد مش هيكون موجود، قفشه برضو انذار تاني، هنتكلم في لعيبة المنتخب بقى دلوقتي، يعني يمكن أيوة. في سلية، في حمدي فتحي، في محمد شريف، في منعم، دول اللعيبة اللي جاهزين للمشاركة. انا من وجهه نظري يعني من وجهه نظري بعد فتره الراحه دي هيشاركوا في المباراه عشان يستفيد منهم، لانه يهمه كمان هو على المستوى الشخصي تحقيق البرونزيه على طبعا. المستوى الشخصي يعني النادي الاهلي يهمه النادي الاهلي يكسب ويحقق البطوله، كمان هتحسب له هو كمان على المستوى الشخصي انه حقق لتاني مره على التوالي البرونزيه مع النادي الاهلي، ودي ما فيش مدرب عملها قبل كده. مظبوط.
فاعتقد انه هيستفيد بالاوراق دي بشكل كبير طبعا يعني. وصفته بالمحظوظ حضرتك قبل كده. يعني طبعا مش شرط انه يكون محظوظ انه مش كويس. النهاية مفهوم. يعني مش انا مش قصدي انه محظوظ انه مش كويس. لا، انت الحظ برضو بيجي للمجتهد واللي بيشتغل بشكل كويس، ولكن في اوقات كتير بيكون عنده حظ، وده كويس في الكرة. مطلوب يعني، في الكرة مطلوب يعني. يمكن المباراة النهائية امام الزمالك يعني كان فيه نسبة حظ. المسيرة كان نسبة حظ ازاي قدام الزمالك يعني، تمثلت في ايه؟ يمكن تحديدا المباراة دي يمكن على فترات طويلة كان الزمالك افضل. التوقيت اللي كان الزمالك افضل فيه النادي الاهلي جاب جون في توقيت صعب في التعويض، كل الحاجات دي فيها نسبة حظ. النادي الاهلي يعني اشتغل واجتهد ويستحق اكيد البطولة، والحظ مطلوب سواء مع الفريق او مع المدرب، ده مش عيب يعني. مفهوم. الحظ ده احيانا بيخلي المدير الفني يعني يبقى طموحاته عاليه بالنظر انه بيتوج، لكن بيخلي ناس ممكن تانيه من الجمهور بيبصوا له بصه انه لا، احنا مش ضامنين ان الحظ ده هيستمر معاك على طول، فاحنا قلقانين من المستوى. في ديبيت دايما ما بين الجمهورين، جمهور الاهلي تمام، ما بين انه ده انجازات عظيمه، ما بين انه لا احنا قلقانين قوي من اللي جاي. شايفها ازاي يعني؟ هي معادلة، النقاشات دي هي معادله صعبه، ولكن الجمهور دايما خاصه جمهور النادي الاهلي دايما بيبص على التتويج والبطوله، لان دايما الفرقه معوده على كده. يعني دايما الفرقه معوده على كده، دايما بتوصل لاقصى حاجه، بتنافس على كل حاجه. 90% من البطولات اللي يعني بتدخلها بتحققها. فالجمهور يعني جمهور النادي الاهلي طماع وعنده حق، لانه واثق في فرقته، والفرقه بتديله بتدعم الثقه دي. الحظ مش طول الوقت هيكون موجود بس مطلوب. يعني الحظ مش طول الوقت هيكون موجود ولكن مطلوب. مش معنى كده الناس ما بتشتغلش، لا، الناس بتشتغل وبتجتهد وبتأدي عملها بشكل كويس. أنا مستحيل يكون كل التتويجات دي بالحظ. ده أكيد لا. ممكن مباراة ما يعجبكش المستوى فيها، لكن كمشوار في الاخر بيبقى اسمك استحقيت، لانه اكيد مش الحظ تمام بس اللي كسبه. ممكن تكون انت تعبت خلال البطوله في محطات وعملت شغل في محطات اتكافئت في نهايتها بحظ، اتكافئت في النهايه بتوفيق. مش عاوزين نقولها بقى حظ، عاوزين نقول استحقيت البطوله، وده مهم جدا. ولكن الجمهور اكيد يعني ليه تقييمات تانية وليه رؤية تانية، من حقه انه يطمع في كل حاجة، وده طبيعي جدا يعني. تأخر الإدارة في حسم ملف تجديد موسيماني تراه أمر طبيعي، ولا تراه عدم اقتناع كامل بأن يستمر هذا الرجل مع الفريق؟ لا، أمر طبيعي جدا. يعني أمر طبيعي جدا، الإدارة عندها مساحة من الوقت. هي كمان أقرب لموسيماني يعني أكتر. إحنا ممكن بنتكلم من بره وبنقيم الراجل ونشوف الفرقة وبتاع، ولكن ما نعرفش الكواليس الحقيقية اللي موجود فيها. طلبات في لعيبة، في راتب، في إيه، هي في جهاز، محدش عارف. فأقرب حد عنده المعلومات دي اكيد الاداره. بناء عليه بتتخذ القرار. ودايما النادي الاهلي عودنا انه مش متسرع في القرار. القرار بيتدرس بشكل كويس، وبيتناقش، وبيكون على الترابيزه، وبيكون في بدايل واقتراحات كتير، لان النادي الاهلي دايما بيدور على النجاح. فلازم القرار يساوي بعد كده نجاح. مظبوط. هو مدرب كويس وحقق بطولات مع النادي الاهلي، بس هل هو رؤيته ايه للمستقبل لنفسه؟ أيوة. مع النادي ولا خارج النادي؟ عنده طلبات مغالى فيها، طلبات صعبه على على الاداره مثلا. دي حاجات انا ما اقدرش اجاوب عليها، اللي جاوب عليها اكيد الاداره نفسها. ولكن يعني اكيد ثقه كبيره لاداره النادي الاهلي اتخذ القرار المناسب لمسيره الفريق الفتره الجايه اكيد يعني. موسيماني كذا مره اتكلم في نقطه انه لو كان اجنبيا دي بمعنى اوروبيا يعني، لكان اختلف الوضع في التقييم. دي قالها على المستوى العالمي، وقالها شويه على المستوى المصري. هل تتفق مع وجهه النظر دي؟ بمعنى يعني، بمعنى انه النظره لافريقي بتختلف عن النظره لاوروبي، حتى لو كان الافريقي انجازاته اكتر من الاوروبي. عشان ايه؟ عشان هو حاسس بايه؟
هو قال كده عشان قالها يعني مثلا ساعه انه ما رشحش في جائزه الافضل كمدير فني واخد 2 دوري ابطال افريقيا ورا بعض في العالم يعني بتكلم. قالها مثلا ساعه لما عمم القصه اكتر لما اتكلم على وضعيه بطل افريقيا انه ليه يلعب من دور ابعد من ممثل امريكا الجنوبيه. فهل شايف انه النظره بتاعه البعض كمحللين كمتابعين كحتى اصحاب توزيع جوائز يعني بتبقى للافريقي صاحب البشره السمراء اقل للاخر؟ يعني انا مش عاوز اخش في النقطه دي عشان هيبقى فيها عنصريه شويه. اجابتك هي اللي هتبقى فيها عنصريه؟ لا يعني التفكير بالمنطق ده يعني احنا لو فكرنا بالمنطق ده هيبقى فيه عنصريه شويه. ايوه. وانا ما احبش اخلي الامور تاخد الاتجاه ده. مفهوم. تمام؟ خلينا متفقين ان منظومه الرياضه دلوقتي بتحكم فيها حاجات كتير. وانت اكيد عارف يعني خاصه في الجوائز يعني في سبونسر وفي شركات وفي توازنات يعني في حاجات كتير بتتحكم في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في الحته دي دلوقتي. ولكن يعني كون المدرب او اللاعب دلوقتي او مدرب يعني يفكر في الجوائز الشخصيه ويفكر في التتويج اكتر من تفكيره في المنظومه والفريق دي بتاخد منه شويه يعني. وانا يعني ما احبش ان مستر موسيماني يفكر كده. يعني انت مدرب كويس وتستحق. تستحق ايه؟ يستحق يعني يستحق كل واحد شايف نفسه هاني يستحق احسن حاجه في التتويج. تمام. خاصه لما يحقق بطولات. هو كان يستحق يكون مرشح على جائزه افضل مدرب في العالم في السنه اللي عدت دي؟ اعتقد يعني اعتقد بالمستوى فنيا اكيد صعب يعني صعب يعني في مدربين يعني انت بتقيسها بالكاتيجوري اللي انت فيه. في كاتيجوري تاني اعلى في دوريات اعلى مع وفي منتخبات فعلى مستوى العالم في يعني المقارنه صعبه جدا. ما هو كده يبقى عمرك ما ترشح افريقي لنيل جائزه عالميه. ما هو انت برضو عندك في افريقيا انت كاتيجوري معين. طب انت ليه في بطوله العالم ما بتكسبش بطولات؟ لا مش مساله ما بتكسبش بطولات. انت ليه بتلعب ماتشات زياده؟ عشان انت كاتيجوري مختلف غير بطل اوروبا وبطل امريكا الجنوبيه. فالعمل في المناطق دي يعني بيخليك تسبق خطوات. مفهوم. يعني بيديك بونص يعني. لو قلنا المدرب مثلا يعني المدرب في مع فرقه ايه لو دربت فرقه ايه بتاخد نقطه لو دربت فرقه بي بتاخد 10 نقط فانت مفهوم. في التقييم ساعتها بيختلف. اجانب الاهلي ليه دايما عاملين صداع بالنسبه للاهلي؟ اخرهم ميكيسوني. تمام. ربما على مستوى اللي قدمه لغايه دلوقتي. قبليهم بواليا، قبليهم بادجي، قبليهم ازارو في وقتكم. ليه الملف ده المفروض بيدار ازاي؟ مدير فني بيختار ولا مدير فني بيطلب مركز فبيترشح له؟ بتمشي ازاي اساسا؟ بتمشي مدير فني واختيارات ولجنه تسويق واتفاقات وتوقيت. تمام. يعني اختيار مدير فني. اكيد اختيار مدير فني وممكن بترشيح من لجان ايا كان يعني. تمام. في البدايه المدير الفني عاوز بوزيشن معين. تمام. فهو والجهاز ممكن يكون عنده سكاوت. مفهوم. معين في انديه لعبها في لعيبه عارفها فممكن يرشح منها. وممكن يكون جاي له ترشيح من بره. من وكلاء من مفهوم. اداره تسويق. مفهوم. برضو هي كمان بالتوازي مع يعني انا عندي مدير فني شغال مع الفرقه. ايوه. وعندي اداره تسويق شغاله للنادي وللفرقه. مفهوم. هل السنه دي مثلا السنه الجايه النادي الاهلي محتاج راس حرب. فهو شغال بقاله سنه على راس حربه بيشوف. أيوة. في مصر بره مصر بعد سنتين محتاج حد في بوزيشن معين عشان هيبقى عندي سن. عندي مفهوم. الطبيعي ده شغل لجنه اداره التسويق في. أيوة. اي نادي. انه يكون مجهز الداتا. تمام. وعنده الحلول للمدير الفني. مفهوم. عشان المدير الفني يكون محتاج في البوزيشن ده انا اكون موجود. طب انا ممكن اغير المدير الفني صح؟ وعندي اداره تسويق تكون جاهزه لانها الفرقه وهدف الفرقه وطموح الفرقه ده مستمر. فالطبيعي اداره التسويق
شغاله على اهداف النادي والبوزيشن بتاع النادي لسنين قدام. مفهوم. فالاول المدير الفني يعني في الـ في الـ في الـ في, الـ في الشورت يعني محتاج بوزيشن معين. هو بيرشح، اوكي جاله ترشيح في البوزيشن اللي هو عاوزه، اوكي خلاص اداره التسويق بتحاول توفر احسن عرض بقى. احسن احسن الاول اللاعب نفسه، الاول اللاعب المدير الفني عاوزه. طب ما وفقش، أيوة. في اختيارات في اختيارات اخرى ممكن مش عند المدير الفني بس جاله من بره، تتعرض عليه وهو ينقي منها. تمام. الاهم من ده التوقيت. لان انا المدير الفني ممكن اتزنق في توقيت، عاوز لعيب في بوزيشن معين واللعيب ده فجاه انا مش قادر اجيبه، وبعدين خلاص فاضل كام يوم فهجيب اقرب بروفايل لي، فهجيب اقرب حاجه ليا انا محتاجها لو مفهوم. انا عندي شورت في الحته دي في الفرقه. مفهوم. طيب بالعوده بقى للسؤال نفسه، الاهلي كان عايز سيرينو ما عرفش فجاب بواليا، بواليا ما قدمش مشي، بادجي قبليه ازارو عمل رقم كويس في الدوري معاكم، كان هداف الدوري لكن بعديها لم يستمر، فالملف اساسا نفسه ليه مش ماشي بشكل فعال بنسبه 100% او يليق باسم الاهلي فنيا؟ تمام. مش في كل اللعيبه ومش في كل وقت. يعني في لعيبه بتقدر تدخل المنظومه بسرعه، ايوه يعني هي بتكون ثقافات مختلفه وشخصيه. تمام. اللعيب ده جاي وعارف قيمه المكان اللي هو فيه وبحافظ على نفسه بشكل كويس وعاوز يقدم حاجه للمكان ولنفسه. فبتفرق. انت ممكن تيجي وعندك قصور معين، ولكن مع التفكير ده والشخصيه دي بتزيد. وشفنا على يعني وشفنا امثله كده كتير. يعني يمكن ازارو لما جه في البدايه كان عليه انتقادات كتير، ولكن استمر وقدم مردود كويس ومش بشكل كويس. يمكن اجايه برضو اول ما جه كان عليه كلام كتير، ولكن شخصيه كويسه وقوي وعنده ثقه في نفسه. فمش كل اللعيبه عندها نفس الشخصيه اللي تقدر تدخل المنظومه بشكل سريع وتستحمل المكان اللي هي فيه. ما انت ممكن انا اكون جايب لعيب زي في الدوري المصري، مش الشخصيه ده بيبقى جزء من السكاوتنج، بس التفاصيل الشخصيه اللي انت بتتعاقد معاها؟ تمام. مش بنسبه كبيره، لان انا برضو المعايشه مهمه، يعني المعايشه مهمه. وانا ما اقدرش في السكاوتنج ده اجيب كل الداتا عن اللعيب وحياته الشخصيه وتصرفاته مع المدربين وبتعايش ازاي. يعني انا لو فيرويد بشوف تحركاته واهدافه، في حاجات كتير غايبه عني، المعايشه مهمه في الحاجات دي. اتفاجئت برحيل اجاييه ولا باعتبارك دربته يعني، ولا مستواه في اخر فتره مع الاهلي كان يؤهله لانه يمشي من الاهلي؟ يمكن اجاييه وانا يعني اتعاملت معاه عن 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 قرب يعني. أيه. من اللعيبه اللي عاوز يمكن يعني معامله خاصه شويه. ازاي؟ يعني عاوز دايما، عاوز نوعيه لعيبه اجاييه بيرتبط باللعيبه اللي جنبه. تمام. يعني جنبه في الملعب؟ جنبه في الملعب بيرتبط. تمام. بيها بره الملعب وجوه الملعب. ويكونوا حافظين بعض. يمكن اجاييه اتاثر برحيل عبد الله سعيد من الاهلي. ياه. يعني اجاييه احسن اوقاته مع النادي الاهلي في وجود عبد الله سعيد. تمام. في يعني في كرات كتير لو تسرجعتها كده واهداف كتير اجاييه كان بيبصل عبد الله وهو مش شايفه. تمام. وبيتحرك وعبد الله بيبصيله وهو مش شايفه. فهو من نوعيته كده، من بيرتبط باللعيب اللي في الملعب معاه بشكل كبير، اللي فاهم دماغه. انما هو لعيب كويس ولعيب كبير، وانا يعني انا كان نفسي مش من الاهلي لانه لسه عنده كتير. طيب اروح معاك للمنتخب. مشوارنا في البطوله بعد نهايته لو عايز توصفه بايه؟ يعني يمكن المنتخب يعني كل الشكر والتحيه والتقدير وكل حاجه حلوه لمنتخبنا اللي فرحنا ووصل لمكان. يمكن قبل البطوله لو سالت اي حد في الشارع انت يعني المنتخب شايفه ازاي، يقول لك نفسي يوصل بس المربع الذهبي. فالمنتخب ودانا الحته يعني كان اقصى طموحنا واهدافنا يعني ما نوصلش للحته دي. فلا بقول لك اخر يعني اخر 3-4 ماتشات لا قدم مردود كويس، وصل لمكانه كويسه، حقق نتائج ايجابيه اهلته انه يستحق يكون موجود في المكان ده. بتعب وتركيز والناس كلها،
خاصة اللعيبة، لأن كان واضح الفرق ما بين بداية البطولة والمشوار اللي بعد كده. تركيز، روح، قتال، التزام. عندنا قصور في حاجات كتير. أيوة. ودي اللي المفروض نعالجها الفترة الجاية. حلو قوي، لأنه اللي جاي ده أهم من اللي فات. خلاص طبعا اللي جاي أهم من اللي فات. احنا بنيت تمام، لكن خلينا نقف بس في اللي فات بكم نقطة عشان مهم جدا نروح للي جاي. انتوا كجهاز فني لمنتخب مصر السابق ليكم دور، بل انتوا اللي أهلتوا منتخبنا تمام الى البطوله اللي وصلنا لنهائي البطوله فيها، وبالتالي انتوا كمان تستحقوا الشكر. يعني لان كل جهاز بيكمل دور التاني. ما هو المفروض احنا يعني الطبيعي ان ده يكون التفكير. صح. يعني الاجهزه بتكمل بعض وبتبني شغلها على شغل بعض. ما ينفعش انسف كل حاجه. يعني صح. احنا مشكلتنا ايه؟ مشكلتنا في اداره دايما المنظومه، ان احنا بننسف وبعدين نبني من جديد. بننسف وبعدين نبني من جديد. لازم اطلع المدير الفني اللي كان موجود ده اوحش واحد في الدنيا. وبعدين ابني ثقه على حد جديد لفتره اول ما امشي لفتره معينه، وبعد كده انسف كل لا. الطبيعي ان احنا بنكمل بعض. طيب. بنبني على شغل بعض. صح. هو زي ما يعني كابتن حسام والجهاز مسك المنتخب فتره صعبه جدا 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 بعد خروج المنتخب من 2019 من دور ال 16، عزوف الجماهير على المنتخب، عدم الثقه في المنتخب، لعيبه كتير ما كانتش يعني بعد كده ما كانتش موجوده في المنتخب. خدنا على يعني كابتن حسام وجاز خد على عاتقه بناء المنتخب وحطه على التراك من جديد. ايه اللي بيرجع الجمهور لمساندة المنتخب؟ الثقة في المنتخب وأداء المنتخب، وإن هو يحس المنتخب بيعمل اللي عليه وبيأدي وبيقاتل. ليه الجمهور ما رجعش لمساندة المنتخب أو عزف عن دعم المنتخب في فترتكم؟ ما عرفتوش ليه ترجعوا له الثقة دي؟ لأن إحنا برضو أنت ناسي حاجة مهمة جدا. إحنا في التوقيت ده ما كانش فيه جماهير اصلا. يعني احنا احنا خلي بالك احنا برضو الفترة اللي احنا اشتغلنا فيها احنا اتحرمنا من حاجات كتير يا هاني. يعني اتحرمنا من حاجات كتير، منها دعم الجمهور، لان احنا يعني ماتشاتنا كلها تكاد تكون من غير جماهير. ظروف كورونا والسفر والاصابات اللعيبه وعدم سفر اللعيبه وعدم دي كانت مشكله. انك بتيجي تعمل المعسكر قبل الماتش بيومين ثلاثه دي مشكله. انت ما كانش بتوفر لك معسكرات فيعني مشاكل كتير قابلتنا خلال مشوارنا، ورغم كده المساندة كانت قليلة جدا. دايما انتقادات على الأداء وعلى الاختيارات. الدعم ما كانش موجود بشكل كبير زي ما كان موجود بعد كده. دي كلها مشاكل قابلت المنتخب الفترة اللي احنا كنا فيها. ورغم كده انت حطيت أساس، جيت بنى بعديه شغل بعد كده وصلك للي انت فيه. يعني انت بتقول ان المنتخب دلوقتي فيه عناصر جديد. ومستر كروش طبعا دخل خد الريسك ودخل عناصر، والعناصر دي فعلا كويسة ومكسب كبير للمنتخب للفترة الجاية. ولكن طب هل الجهاز اللي فات ما بناش اساس للمنتخب انت دخلت عليه؟ يعني طب ليه بنيته؟ هو في لعيبه اول مره تشارك مع دلوقتي اعمده اساسيه في المنتخب لعبت مع كابتن حسام بس. اكرم توفيق حمدي فتحي صح، ابو الفتوح الونش لعب اساسي مع كابتن، يعني بقى موجود لكن الروح زادت، والفنيات او الاداء الفني ما وصلش للقمه لكنه تحسن في الوقت الحالي. ولا في فتره بعدكم. تمام. واحنا بسبب الظروف اللي واجهتوها. طب انا هقول لك حاجه. احنا معسكر، يعني يمكن اخر معسكر احنا دخلنا المعسكر يوم 27 والمباراه كانت يوم 1 في الشهر. وفريق انبي كان عنده مباراه في الدوري يوم 28 وكانوا معسكرين معانا في نفس الاوتيل. وخلصوا الماتش وانضموا لعيبه انبي انضموا لعيبه سوريا بيراميدز. فكانوا معانا في نفس الاوتيل في المعسكر. فانت عندك يومين قبل المباراه. فانت اوريدي ما عندكش الوقت الكافي للاندماج طب بكل وضوح انتوا اللي كنتوا بتفرطوا في حقكم
ولا كنتوا بتحاولوا تاخدوا حقكم لكن ما كانش فيه نفس الاهتمام الموجود حاليا بالمنتخب في عهدكم؟ لا كنا بنحاول ولكن ما كانش فيه الدعم الكبير ولا المسانده الكبيره ولا التضحيه ان نقدم نضحي عشان المنتخب زي ما بيحصل دلوقتي. وخلي بالك انا يعني ما فيش مشكله مش بتقارن، انا ما بقارنش، على أنا وضعكم أنا كان انا ما بقارنش ولكن مفهوم. انا بتكلم على وضع سابق. مفهوم وضع سابق. طب انا فانا بقول لك في سلبيات ولكن في ايجابيات. حلو. انت ما ينفعش تهدم كل حاجه صح وتقول انا بنيت كل حاجه من اول وجديد. لا. لا طيب الجهاز اللي فات اشتغل وشغل بشكل كويس 100% 100% وباخلاص. هو المنتخب الفتره الحاليه هو وصل للتوب فورم امتى؟ في الادوار الاقصائيه. طيب يعني 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 البطوله لو يعني سميناها توب فورم لكن تمام. احسن فترات المنتخب في السنوات الماضيه تمام. لو سمينا توب فورم من حيث النتائج والروح مزبوط. والتصميم مزبوط. والاراده. لا ولكن لما تيجي تخش في تفاصيل فنيه وجوه الماتشات لا في مشاكل كتير. حلو. عشان نبني بقى على اللي فات اللي هو انتوا كان ليكوا يد فيه والجهاز الفني الحالي يد فيه واحنا داخلين على تصفيات كاس العالم في مارس، ده هيبقى سؤالي اللي جاي. لكن قبل ما اسيب الماضي سؤال مهم، كابتن وائل جمعه اتكلم انه كان في مشاكل ما بين صلاح والبدري بخصوص شاره القياده، دي قالها في تصريحات مع الزميل تامر صقر من يومين. تمام. كانت ايه المشكله لو حبيت تشرحها؟ لا بما انها اعلن ان كان في مشكله. اوكي لا هو انا ما عنديش مشكله طبعا ولكن اللي عنده مشكله اللي قال لي التصريح. هو انا ما ينفعش اقول انا وانا قاعد معاك كده اقول لك انا كان في مشكله بيني وبين طب هي ايه المشكله؟ ايه المشكله اللي كانت يعني انا ما سيبهاش مبهم. انا يعني انا ما سيبهاش كده. انا لو اما اقول الحقيقه طالما انا دخلت في موضوع لا اما اقول تفاصيله لا اما ما اقولوش. يعني ايه كان في مشكله؟ فانت بتنفي ان كان في أنا مشكله مش ولا بتقول اللي قال ان في مشكله يحكيها؟ اللي قال اللي في مشكله وعنده المعلومات يقولها، انما ما يقولش ان في مشكله ويسكت. يعني ايه هي المشكله؟ ما بسالك بقى، هل كان في مشكله؟ ما كانش في مشكله. ايه يعني ما انا عاوز ايه طبيعه المشكله اللي كانت موجوده؟ ما اعرفش ومحتاج افهمها. اوكي ما هو اللي قال ان كان في مشكله يقول عشان الناس تجاوب. يعني اذا كابتن وائل جمعه انتوا اصلا اللي منحتوا كابتن وائل جمعه ليه كل اللي حبس. يعني كابتن وائل جمعه يعني طبعا كابتن مصر ولاعيب كبير ودلوقتي راجل مسؤول في منتخب مصر، فلما يتقال ان في مشكله هو عنده طبيعي انه عنده المسؤوليه انه يقول ايه هي المشكله، لان كابتن حسام قيمه كبيره ومحمد صلاح قيمه كبيره جدا جدا ودي فتره سابقه، فما ينفعش اصدر. احنا خلاص بنقول اللي فات وانتوا عملتوا اللي عليكم ووصلتونا لحته كويسه قوي وبنيتوا على اللي فات، او عاوزين تقولوا احنا انتوا ما بنيتوش على اللي فات، انتوا اللي بنيتوا لوحدكم برضه ما فيش مشكله. المهم انتوا في النهايه ما قالوش طبعا، المهم انتوا يعني فرحتونا وما فيش مشكله. ولكن انت لما ترجع للماضي وتصدر مشهد للشارع عن كابتن حسام وقيمته وكابتن محمد صلاح وقيمته، ما ينفعش المشهد يكون منقوص. لان انا كنت موجود وانا بقول لك ما كانش مشكله. اللي عمل مشكله اللي كان فيه المشكله اللي عملها الاعلام لما كابتن حسام والجهاز فكروا ان الشاره تروح لمحمد صلاح ساعتها من احمد فتحي. ساعتها الاعلام اصلا يعني حتى الاعلام نفسه كان منقسم. هو ده يعني هو ده البعض قال لا فتحي البعض قال لا وما ينفعش بغض النظر عن الاسامي يعني كابتن فتحي ومش عاوزين نقول اسامي، ولكن انا اللي اثار الموضوع ده مين؟ كابتن حسام يعني وحصل فيه لغط ومناقشات وبره الجهاز مش جوه الجهاز والاعلام هو اللي صدر مشكله بره الجهاز بين اللعيبه يعني لا الاعلام الاعلامي هو يعني تناول الموضوع وصدر فيه المشكله تمام ايا كان دي يعني انا ما اعرفش مين قال ايه او ولكن انا بقول لك وساعتها الاعلام انقسم. طب دلوقتي الاعلام كله بيقول ايه؟ محمد صلاح أثبت حقيقي. طب مين اللي خد القرار ده؟ انتوا قد تكون بس عالجتوه بشكل او اظهرتوه للاعلام مش بالشكل الانسب او المواجهه كنتوا مفتقدينها. ما هو الاعلام يا هاني الاعلام برضو يعني خلينا برضو نكون صراحه، ما هو الاعلام برضو ما بيواجهش. الاعلام بيبقى في اوقات كتيره بيبقى عاوز الخبر بسرعه وعاوزه يقوله بسرعه ولسه حاجات في المطبخ يعني لسه مفهوم. كواليسها لسه مش معروفه. هي دي المشكله يعني. مفهوم. الى المستقبل وهو الاهم، ايه اهم الايجابيات اللي لازم نبني عليها وايه السلبيات اللي لازم نعالجها في خلال شهر ونص عشان نروح كاس العالم؟
طبعا الايجابيه الكبيره جدا جدا استعاده الثقه في المنتخب والمنظومه والمجموعه من كل الناس والتفاف الشارع والناس حوالين المنتخب. ده اكبر مكسب كسبناه من البطوله اللي فاتت لان ده كنا مفتقدينه. والجماهير والاعلام والروح الموجوده دي يعني يمكن 70% من مكسب اي فريق. واحنا كنا خلي بالك يعني برضو احنا يعني يمكن كنا مضطرين لده او الراجل كان مضطر لده. ليه؟ لانه هو كان حاسس انه الناس محتاجه ثقه في المنتخب اكتر. لما العب بالطريقه الدفاعيه دي والتنظيم الدفاعي ده واكسب مش مشكله الشكل دلوقتي، ولكن ارجع هيبه المنتخب، مظبوط، ارجع اسم المنتخب، صح، ثقه الناس في المنتخب، ثقه المنتخب في نفسه، صح، ان انا ابقى مؤمن ان انا اقدر احقق حاجه، صح، اكون عندي ايمان ان انا استحق، اكون عندي ايمان ان انا اتوج، اكون عندي ايمان بقدراتي، اكون عندي ايمان بان انا اوصل لابعد حته في اي وقت، مفيش حد احسن مني. ده كنا مفتقدينه، فده موجود دلوقتي. ابني عليه ايه؟ ابني عليه الفنيات بقى. أيوة. ما كانتش موجوده في اوقات كتير في الفتره اللي فاتت علشان خوفي من اللي انا كنت بقوله ده. مفهوم. ايه بقى اللي محتاجين فنيا نعالجه لنظهر فنيا تمام زي ما احنا على مستوى العقليه بقينا افضل؟ ان انا ما افكرش فرقتي بس، يعني انا بفكر في فرقتي وافضل ناس عندي وافضل ناس اوظفها ازاي. تمام. يعني يمكن مستر كيروش من اول ما جه ولاي حد بيفهم شويه كوره كان هيعرف التشكيل والطريقه اللي هيلعب بيها الراجل. لو رجعنا للبطوله العربيه هتلاقي الراجل اعتمد على الناس الاساسيين المحليين في كل الماتشات. اكرم، الونش، فتوح وحجازي، فتوح وحجازي والسليه وحمدي فتحي. تمام. في كل المباريات في كل المباريات كان بيعتمد على السته دول. تمام. وكان بيغير في الاربعه اللي قدام اللي هم كانوا هيجوا محترفين. محمد صلاح، مرموش، مصطفى محمد. فكان يعني ده اللي يعني ده يعني اي حد كان يعني يقرا شويه كده كان هيعرف ان الراجل هيلعب بالطريقه دي خلاص. هو اسست نفسه وفرقته هي ده في التوقيت ده انسب حاجه للفرقه. تمام. انا مش عاوز افكر على انسب حاجه ليا دلوقتي. عاوز افكر انسب حاجه ليا وانسب حاجه ان انا اواجه فيها الفرقه الثانيه. انا السنغال دلوقتي كفرقه ولعبتها وشفت لعيبتها بتلعب ازاي، عندها قصور في ايه، عندها مميزات في ايه، هل الطريقه اللي انا اعتمدت بيها في البطوله في الثلاث خلال المشوار البطوله هتنفع دلوقتي مع وانا بلاعب السنغال ماتش رايح جاي؟ بايه معناها انه يلعب يرجع 4-2-3-1؟ انا مش بنصح بحاجه حاليا. انا مش بنصح بحاجه حاليا، انا بقول دراسه الفرقه. ايوه. انا شفت نفسي بشكل كويس. تمام. انت قيمت نفسي بشكل كويس على اساس من هو المنافس؟ انا ما حسيتش الاحساس ده. انا عاوز احس الاحساس ده بقى الفتره الماتشين الجايين. انا قيمت نفسي وحطيت نفسي سيستم وفلسفه بطبقها. انا كنت رايح مع المنافس لاقصى مكان. يعني دايما في الماتشات الاقصائيه كل الماتشات انت حاسس منتخب هو رايح لابعد نقطه، بيقول المنافس انا جاي معاك لبعيد قوي. هو ايه البعيد ده؟ يعني ضربات جزاء. اقصى يعني ايه نقاط الضعف اللي عند السنغال ممكن نستغلها بالنظر للي شفناه قبل ما نلعبهم في التصفيات؟ تمام. يمكن السنغال عنده الجنب الشمال غير الجنب اليمين. الجنب الشمال فيه ساليوسيس، فيه ماني، الاثنين في بينهم كومباينيشن كويس. مزبوط. لما الجنب ده بيهاجم بعدد. يعني الاثنين بيطلعوا مع بعض، الاثنين بيعملوا باصات متنوعه، يقدر ماني هو اللي يوصل ينزل الكره لتحت، يقدر ساليوسيس يوصل وينزل الكره لتحت، فانا عندي جنب شغال مع بعض. يمكن الجنب الثاني فردي شويه. الظهير الايمن دايما هو اللي بيروح لوحده. اللي هو بونصار. أيوة. دايما بيروح لوحده، دايما لما بيروح هو بيعمل الكروس من بعيد. ففي اختلاف هنا في اداء الجنب ده عن اداء الجنب ده. طب انا هقابل الجنب ده ازاي وهقابل الجنب ده ازاي؟ تمام. بالاضافه الاثنين اللي في نص الملعب الارتكاز، ان في واحد دايما فيهم بيكمل في ال 18. فرقه السنغال من اكتر الفرق اللي عندها كثافه، عندها كثافه هجوميه داخل ال 18، يعني عنده عدد زياده داخل ال 18. ليه؟ لان عنده اللعيبه بتوصل ومن الجنب والناس بتكمل من النص مع راس الحربه. فعنده لعيبه عندها القدرات دي، بالاضافه اللي عنده الكوليبالي وعبده ديالو اللي جنبه.
انا شايف هم لعيبه كويسه كل حاجه. أيوة. ولكن ممكن في السرعات ممكن تضربهم اقدر اضربهم. فانا لما اقدم الروشته دي للكوتش او هو وكذا طبعا اكيد فاهمين الكلام عارفين الكلام ده كويس بناء عليه انا اشوف انا هلعب ازاي هواجه ده ازاي هحضر له ازاي هلعب ب 4 3 3 4 2 3 1 4 1 4 يعني بناء على المعطيات اللي عندي. فالحاجات دي محتاجه دراسه ربنا يوفقهم ويختاروا انسب العناصر ونوصل كاس عالم ونفرح يعني نفسنا نفرح ان شاء الله يا رب. كابتن حسام بدري فين بقى قبل ما نختم؟ كابتن حسام يمكن هو خارج مصر يعني حاليا يعني تمام. على مستوى التدريب كان غانا اتقال انه الكابتن حسام بدري مرشح ليها، فهل ده كان حقيقي؟ هل كنت مثلا ضمن حساباته في الجهاز المعاون؟ هو كابتن حسام يمكن في الفترة الأخيرة كان في أكتر من عرض، منهم عروض رسمية ومنهم تواصل لإبداء الرأي. محلية ولا منتخبات؟ لا منتخبات وأندية عربية. منتخبات وأندية عربية. غانا منهم؟ كانت غانا منهم غانا كان عرض ولا كان نقاش؟ كان في نقاش وتواصل ويعني وكان في بعض الأندية العربية ولكن ما يعني ما لسه فيش التوفيق ما جاش يعني. هل الزمالك في حسابات كابتن حسام البدري اذا اراد الزمالك بالنظر لانه رئيس الزمالك المرشح لمنصب الرئيس مرتضى منصور كذا مره قالها انا عايز حسام البدري، فهل بعد رحله بيراميدز ما بعد الاهلي المنتخب ما بعد بيراميدز ممكن يكون الزمالك في حسابات البدري؟ يعني انا وانا قاعد جنب بسالك كزميل يعني ملتحق بالعمل تمام. بشكل متصل انا يعني زميل كابتن حسام وكابتن حسام اخويا الكبير وصاحبي وكل حاجه حلوه ولكن يعني في اوقات انا ما ينفعش اتكلم بلسانه او اجاوب بلسانه يعني الامور يعني اعتقد تكون صعبه جدا يعني وما ينفعش طبعا لو راح هو الزمالك لا انا ما ينفعش اجاوب انا ما ينفعش اجاوب بلسان كابتن حسين لا انت بقى بس بلسانك انت اذا هو قرر تولي مسؤوليه الزمالك وانت رفيق الرحله يعني تمام طبعا اكيد يعني توافق اكيد انا ما اتاخرش عن كابتن حسام ولكن خلي التفاصيل دي هو اللي يتكلم عنها يعني هو الحاجات دي هو اللي جاوب عنها مش انا يعني مفهوم. مش عايز مدير فني؟ نفسي طبعا نفسي طبعا نفسي اكيد هل بس ازاي يعني هل في اي خطوه ناحيه ده؟ والله اي مدرب نفسه يكون مدير فني ويتحمل مسؤوليه ونفسي اخد الفرصه واتحمل مسؤوليه فرقه يعني انا بحب التدريب وبحب الشغل في التدريب وبجتهد فيه على قد ما اقدر ولكن يمكن في حاجات تانية حسابات تانية يمكن انا يعني بعيد عني وما بعرفش اعملها مش عارف بعمل ايه يعني. اخر تجربه مدير فني كانت حرس الحدود صح؟ يمكن تجربه حرس الحدود جت في توقيت صعب عليا جدا كان يعني المسانده كانت صعبه التوقيت يعني انا رحت على فريق بعد 4 ماتشات في الدوري كله معظمه ناشئين لعيبه اعاره في ترتيب مش كويس ما كملتش حتى للتوقيت اللي ممكن تكون الدنيا ظبطت ان انا اجيب لعيبه يعني فاهم فالامور كانت صعبه جدا يعني صح. ربنا يوفقك يا رب دايما يعني. انت مدرب كبير ربنا يخليك يعني. وشخص كمان محترم جدا وانا اتبسطت قوي بالحوار مع حضرتك انا اللي مبسوط معاك و يعني دايما على تواصل يعني ان شاء الله ولقاء منور الدنيا كلها يا كابتن ايوب حبيبي. نورنا الكابتن احمد ايوب وانتم كمان كالعاده نورتونا. انتهى هذا الاسبوع فيوم الجمعه اللي جايه ان شاء الله انتخابات نادي الزمالك تجرى على يوم واحد من الصباح وحتى المساء وبالتالي مساء ستعلن ربما النتيجه او شكل الانتخابات. بالتوفيق لكل المرشحين بالتوفيق لاعضاء الجمعيه العموميه في نادي الزمالك لانتخاب من يصعد بالزمالك الى اعلى او لانتخاب ما يستحق نادي الزمالك وبالتوفيق لكل المرشحين وان شاء الله الكسبان سواء من قائمه واحده او من قوائم مختلفه يكون ادى هذه المسؤوليه ويحترم ويعلي قيمه الزمالك ويحترم قبلها نفسه ان شاء الله موفق ايا ما كان المجلس المقبل لان جمهور الزمالك الكبير جدا مل كثيرا من كثره المشاكل حول اداره نادي الزمالك. تحيات كل فريق العمل في الماتش وتحياتي هاني حتحوت الى اللقاء السبت المقبل.